موضوع جديد وموضوع هام يلامس واقعنا في أقسامنا، وسأترك المجال كالعادة لأميرة ولضيفتها ولضيفة ضيفتها، ومرحبا بالجميع. أميرة لك الكلمة. مرحبا بك هوية، مرحبا بالجميع، السلام عليكم زملائي، مرحبا بكم. فريق الروافد، روافد التجديد والإبداع، يرحب بضيوفي الكرام نساء ورجال التربية من مختلف أرجاء العالم العربي. نجتمع معا للقاء آخر للروافد، ويجمعنا هذه المرة موضوع مهم وثري. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا عزيزتي، مرحبا. يمس المربي مباشرة، وهو الصحة النفسية للتلميذ أو الطالب. موضوعنا مهم جدا، ويمس الصحة النفسية للتلميذ أو الطالب، وهو محور لقائنا هذا اليوم، صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها. وضيفتنا لهذه الحلقة السيدة أميرة العروي، أخصائية أولى في علم النفس للطفل والنمو والتربية. مرحبا بك سيدتي، مرحبا بك سيدة أميرة. مرحبا بالضيوف الكل وباللي يسمعوا فينا الكل. الله يفضلك سيدة. وسيدة أميرة هي ضيفتنا أهلا الخاصة. أهلا وسهلا بكم الحضرتين. أهلا وسهلا ست أميرة. دكتور أميرة يعيشك، مرحبا بكم. الاعداد سيده وهيبه العجمي، استاذه مدارس ابتدائيه فوق الرتبه مميز، اميو اكسبير لسنه 2020-2021، خطاطه تمارس هوايه الرسم ولها الكثير من الاعمال الفنيه. مرحبا بك وهيبه معنا، شاركتنا في الاعداد. ومعكم محدثتكم اميره الازهري من مؤسسي فريق الروافد. اذا موضوعنا اليوم هو موضوع شائك، موضوع يمس المعلم مباشرة لأنه يتعرض له كل يوم في حياته المهنية، وهو صعوبات التعلم وكيفية التعامل معها. احنا حبينا كبداية أصدقائي أن نخدموا مانتيميتر باش نشوفوا كيفاش نجموا نحن نشوفوا الأفكار التي تنجموا أنتم تشوفوها وتعطيوها لنا عن طريق المانتيميتر. وهذا هو السؤال، كان واضح، هل ماذا يعني لك مفهوم صعوبات التعلم؟ يمكنكم أنكم تحطوا كلمة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، تكتب menti.com.com والكود هو محطوط في الشات، الكود هو يلا كتبتم مانتيس 14 56 35 2، نحطوه في الشات. حاب نشوف سحابة الكلمات شنو ينجم يطلع لنا، باش السيدة أميرة تعرف كيفاش تحكي معكم وتجاوبكم على التساؤلات نتاعكم. الشات عندي مغلق. سيدة هاني قاعدة نمل عليك من اليسار إلى اليمين، 14 56 35 2، menti.com menti.com تلقى مكان باش تكتب عليه، اذا menti.com 14 56 35 2، وتكتبوا ماذا يدور بأذهاننا في منتي في ما يخص صعوبات التعلم. نعمل برتاج. إذن يلا الكود لو سمحت مرة أخرى، الكود لو سمحتوا تفضلوا 14 35 2. إذن السحابة السيدة أميرة قاعدة تظهر، قاعدة تشوف معايا. قاعدة ثم بالفرنسية وثم بالعربية، اكتبوا بالعربية بالفرنسية، وقاعدة السحابة تكبر. الكود 14 56 35 2، قاعدين نشوفوا فما كلمات موجودة. بروبليم، التركيز، عجز عن الاستيعاب، اختلاف، تنوع،
الإدراك، الفهم، التركيز مرة أخرى، تواصل، اضطرابات في التعلم، صعوبة في تقبل المعلومة، مشكلة في النطق، مشكلة القراءة، الفهم المتأخر مدام أميرة، عدم الوصول إلى المعلومة، قاعدة السحابة تكبر، نعم، صعوبة في فهم المطلوب، فمش كون حد بيداغوجيا فريقية، عدم القدرة على إنجاز المطلوب، عدم الحصول على المعرفة، الانتباه، شنو يقصد بالانتباه؟ تشتيت الانتباه، انتباه متشتت، عجز عن النطق، صعوبة في التقبل، ريغريسيون يعني تأخر. مشكورين زملائي على التفاعل، هذا هو المطلوب. عشان مش كنت كتبت لي مهام، معناها مانيش طالبين اسم المشارك مهام، لكن ضبابية في الفهم، الفهم المتأخر، صعوبة في تقبل المعلومة. يعني سيدة أميرة، تحس ثم حاجات قاعدة، شنو رأيك في السحابة هذه؟ اللي يعطيهم الصحة المشاركين الكل، لكن اللي راوه في السحابة هذه التنوع ما بين المفاهيم اللي قريبة المفهوم الصعوبات التعلم، كيف ما نلقاو آليات التعلم، كيف ما نلقاو فما معناتها فما خاطر هو فما حقل مفاهيمي كامل، أكيد معناتها باش نحكيو على صعوبات التعلم، فما مفاهيم قالت مفردات بعيدة برشا، وفما مفردات اللي قربت للمفهوم اللي احنا ان شاء الله باش نحكيو ونتعمقوا فيه اكثر، اللي هو صعوبات التعلم. فما اللي ركز على شو نستعمله كآليات للتعلم. نعم نعم، هنا سيدة عملية أمير. التعلم هي بالأساس عملية التواصل. نعم سيدة عملية التعلم تحتاج إلى التركيز، معناتها فما هنا نرأوا الأدوات والآليات اللي نستحقوها تبرز معناتها في الوصف اللي قدموه الأخوة، كيف نلقاو بعض العلامات، اللي نجم بعد مش نتعرضوا لهم في العرض اللي باش نقدمه لكم حول صعوبات التعلم، بعض العلامات لصعوبات واضطرابات التعلم. لذا انا راها ثانيه برشا، وفما حتى اللي اعطانا حتى الحل، نقولوا البيداغوجيا الفريقيه هي حل لمواجهه الصعوبات هذوما وكيفيه التعامل معها داخل الفصل. سيدة أميرة مشكورة، تبدأ إذن الحصة متاعك، ونحب نأكد على حاجة. سيدة أميرة تحب تأكد على المفردات، رانا ساعات قاعدين نقولوا في كلمات ما همش في بلاصتهم، كلمات غالطين وينجموا يمسوا أصلا من التلميذ ومن صحته النفسية. لذلك سيدة أميرة باش تأكد لنا على الموضوع هذا بالذات، وفما نقطة نظام بسيطة قبل ما نبدأ إن شاء الله. بالنسبة للتدخلاتكم، أكيد سيدة تعطينا المحاضرة متاعها في خمسة أقسام محضرتهم لنا، وأكيد هي إذا تابعوها بالقدية أكيد باش تكون عندك جواب، باش تجاوبك على سؤال هو قاعد يتبادر إلى ذهنك. والله أنا من تجربتي الخاصة ناخذوا نقاط هكا نكتبوها باش نبداو واضحين، خاطر تمسنا مباشرة. وبالنسبة للأسئلة إن شاء الله بعد ما تكمل السيدة المحاضرة متاحة ناخذوا الأسئلة كتابيا، ونحاولوا نعملوا تخي، معناها نحاولوا نعملوا كيفاش التخي، الفرز للأسئلة، خاطر أكيد بتجينا أسئلة اللي هي يعني هي قالتهم في وسط الحصة. نحاولوا نكتبوا الأسئلة متاعنا، وكل سؤال هنا ولا في دريم روافد ولا في الروافد نقبلوهم الكل، وإن شاء الله. وسيدة أميرة يعطيها الصحة، هي مربوطة بالوقت، مانيش ناخذوا بالأسئلة الكل، باش ناخذوا لي كيسيون لي بلو بيرتينونت، معناها الأسئلة الأكثر أهمية واللي تنجم تكون شائكة. بالله حاجة واحدة بالنسبة للكا باغ كا، الحالة بالحالة،
راهي قالت وتعاود وتقول اللي ما نجمش نحل مشكلة التلميذ مشكلة خاصة بالطو اللي أنا ما ريتوش وما تعاملتش معاه وما شفتوش وما شخصتش الحالة متاعه. واضح. بالنسبة لبعض نشوفهم بعد برفع اليد أو بالأسئلة. مرحبا بك سيدة أميرة مرة أخرى، تتفضل معنا. يعطيك الصحة، يعطيك الصحة، يعطيكم الصحة الزوز مدام سيدة أميرة وسيدة وهيبة. نحب نقول أول حاجة المفاهيم اللي كنا نشوفوا فيهم، ثم مفهوم اللي معناتها اللي أنا ديما نشد الصحيح في أنه ما نستعملوهاش المفردة هي مفرد المشكل. مفرد المشكل راهو معناتها يجب تفيديه في التعامل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية، حتى مع الولي ولا احنا كأخصائيين ولا انتم كمربين، والا كل من يتعامل مع التلميذ مباشرة ويتعاهد به ويرافقه، معناتها يلزم يحاول ما يستعملش كلمة المشكل بقدر ما هو نستعمله كلمة الصعوبة، ومن بعد توصيفها صعوبة والا تشخيصها يجي بتبيعته يجي بالمراحل، وتنشوفوا مع بعضنا كيفاش يكون التشخيص والتعامل مع صعوبات التعلم. ولهذا أول ما نبدأ النقطة الأولى نحيو كلمة مشكل، كلمة un problème. مش ننطلقوا اللي باش نبداو بيه، باش نحكيو على صعوبات بصفة عامة. كي نحكيو صعوبات لدى التلميذ، صعوبات لدى التلميذ شو نشوفو احنا اللي نلاحظوه؟ الملاحظة الأولى كمربين ولا كمختصين ولا كأولياء، الملاحظات تصير على مجالين. المجال الأول هو كل ما هو تعلم وتعثر في التعلم والاستيعاب والتعامل مع المعلومات الجديدة اللي يكتسب فيها التلميذ واللي احنا نحبوا نوصلهم له، المعرفة اللي نحبوا نوصلها والأدوات اللي نحبوا نسلحوه بهم كما القراءة والحساب، وهذوما معناتها اللي هما مش يكونوا الليزوتي متاعه الأدوات اللي بعد مش يكمل بهم مشواره الدراسي. الثاني، المجال الثاني اللي احنا نلاحظوا فيه صعوبات هو مجال السلوك، كل ما هو سلوك ما هوش مطابق لسلوك اللي عادة يتسم به مع التلميذ، اللي هو يظهر فيه صعوبة التكيف، صعوبة تكيف مع المحيط المدرسي مع الفصل، صعوبة في التواصل، صعوبة في السلوك متاعه. هذا من زوز مجالات اللي هو نشوفهم بالعين المجردة احنا كي نبداو في داخل الفصل عند التلميذ ولا في المدرسه بصفه عامه. راو التلميذ نوعين هذوما نتاع الصعوبات، النوعين الكبار نتاع الصعوبات اللي هي صعوبات في التعلم والا صعوبات في التكيف واضطرابات في السلوك. مش معناتها ماهوش مش قادر انه يقرا، ساعات تلقى التلميذ ذكي عنده درجه فطن معناتها سريع الفهم وعنده سرعة لديها، لكن نلقاوه عنده إفراط في الحركة، هذيك اللي تعطلوا في التعلم متاعه. مثال هذا باش نحاول توا مش ناخذ كل مجال وحده من المجالات اللي نجم نلاحظوا فيهم صعوبات عند التلميذ، نحكيه خاصة في المرحلة الابتدائية اللي هي يصير فيها التعلمات الأساسية. على مستوى الصعوبات في التعلم عندنا نوعين، هما كلهم صعوبات لكن فما اختلاف لازمنا نفيقوا به، وهنا كنا باش نوحدوا المفهوم عنا. الاختلاف في انه فما صعوبات مزمنه وفما صعوبات عابره، صعوبات اللي هي تواجه كل انسان قاعد يتعلم، طفل حتى راضية يتعلم انه يحبو، يتعلم المشي مش يتيح ويقو، يتعلم يركب على بسكليت مش يدهثر ويقو. دونك احنا عنا تلامذة النسق متاعهم بطيء، عنا تلامذة يلقاو صعوبات
زملائهم يتعلموا يستوعبوا المعلومة، الدرس جديد مثلا عملية الطرح يستوعبها في حصتين، تلميذ آخر يلزمه جمعة وجمعتين وحتى أكثر باش ينجم يفهم اللوجيك المنطق نتاع التعلم هذه الجديد اللي قاعد يتلقى فيه. دونك عندنا النسق نتاعو وعندنا زاد يلقى صعوبة التلميذ. فما صعوبات قلت نوعين، فما اللي هي عابرة وفما اللي هي مهما حاولنا بالطرق البيداغوجية اللي عندنا وكمربين نحاولوا بلي احنا نعرفوه باللي اكتسبناه من تجربة في التعليم، نجمو حتى نستعينوا بالزملاء متاعنا في المدرسة وإلا حتى بالمتفقد المتفقد وإلا المساعد البيداغوجي، نقولوا راه التلميذ إذا لقينا صعوبة في إنه معناتها ما نجمش يستوعب الكفاية الفلانية وإلا الدرس هذا، ينجم الاستراتيجي اللي باش يعطينا ولا احنا اللي نعرفوها جربناها مع التلاميذ قبل نجم تعطي نتيجة. كيما نقعدوا نحاولوا ونلوجوا نسألوا الولي نسألوا المعلمين اللي يقروا فيه معناتها اللي يرافقوا في التلميذ في المدرسة في مواد أخرى، نلقاو إنه ما نلقاوش معناتها نتيجة رغم المحاولات الكل، لكن بيداغوجيا ما فماش حل. هنا يولي يلزم الاستعانة بمختص، والمختص هو اللي باش يقوم بالتشخيص، ما انه الصعوبة اخذت وقت وما نفعتش معها الطرق البيداغوجية. عملنا التشخيص كمربين، عملنا الدعم، عملنا العلاج، لكن هذا كله ما نفعش، استوفينا اللي عنا الكل. دونك مش نتعداو للمختصين، وهنا نحكيو على اضطرابات في التعلم اللي هي صعوبات مزمنة. الطفل اللي عنده هو في سنوات التعلم، عنده سنوات الأولى معناتها نقصد مرحلة ابتدائية، عنده النوع هذا من الاضطرابات اللي هي صعوبات مزمنة في التعلم، راهي مش تقعد معاه مدى الحياة، ما فماش دواء اللي بشيخه حربوشة بشيخه طريقة باش تكون هي دواء الفعل باش تحيح له السخانه ولا باش تعدل له السكر ولا باش تعدل له ضغط الدم. لا، هنا احنا نحكيو على صعوبه مزمنه اللي الحل بالنسبه لها في مواجهتها والحل فيها هي كيفيه مرافقه التلميذ. مرافقه التلميذ هنا تستوجب تمتيعه باجراءات استثنائيه سواء أثناء الدرس، حتى هو ما يقراش كما التلاميذ الآخرين، هو عنده اشتغال على مستوى لو سيرفو على مستوى المخ مختلف، وإدراكه لكل ما هو مكتوب معناتها النص والأرقام مختلف على يراوه التلاميذ الآخرين ولا نراوه احنا. باش ندخلوا اكثر في تفاصيل من بعد، لكن هذين نحب نتفهموا فيه سامي اللول اللي عنا زوز أنواع متاع صعوبات في التعلم، صعوبات عابرة واللي الحل في القسم يكون والحل عندكم انتم المربين، وإذا كان معناتها صعبة عنينا وما حتى منفع حتى طريقة بيداغوجية نتعداو للمختصين باش يقوموا بالتشخيص ويعطيونا كيما الصندوق الأسود، خاطر هو باش يكون التلميذ ويلزم فتحه، لازمنا نحلو هالصندوق الأسود ونحلو شنو اللي ماشي وشنو اللي ما هوش ماشي. وهنا يجي لو بيلان، شنو اللي معناتها باش نحلو الصندوق الاسود، شنو اللي يشتغل كما يلزم وشنو اللي فيه عطب، شنو اللي ما هوش يخدم بطريقه مختلفه، مش عطب قدر ما يخدم بطريقه مختلفه على المجموعه ككل. كي نحلو الصندوق الاسود هذا نوليو نعرفوا احنا كيفاش نتعاملوا معاه، نوليو كي نفهموا احنا التشخيص نعرفوا نسميه الصعوبات بمسمياتها، وقت نوليو نعرفوا نتعاملوا مع التلميذ ونوليو نعطيه شنو يلزمه بالضبط. كيف ما الطفل اللي يبدا ناقص النظر نهزوه طبيب العيون،
يقيسوا يلزم الرقم صحيح. اذا كان نعطيوه رقم اقل ولا ازيد راهو ينجم يكون يشكل خطر على التلميذ وما يعطيش ما يعاونوش، يعطلو اكثر من انه باش يعاون به. هذه بالنسبه للتعلم، باش ندخلوا اكثر من بعد في التفاصيل اللي راهو زاد بعينينا. الملاحظه المباشره للتلميذ داخل الفصل ولا داخل المدرسه، وهذا يظهر حتى معناتها في ساحه المدرسه وحتى في قدامها معناتها قدام المدرسه، هو اضطرابات السلوك والا صعوبات التكيف. كي نحكيو على صعوبات التكيف، هي علامات كانها رد فعل لوضعيه معينه، وضعيه تشكل صعوبه والتلميذ ما عندوش آليات لمواجهتها، ما عندوش القدرة إنه يواجه، ما عندوش استراتيجيات لمواجهة الصعوبة هذيك. يستحق مرافقة، يلزمه شكون باش يدخل ويعمل تعديل، شكون باش يعاونه، على خاطر هنا اللي ماهوش ماشي بالقدا، ماهوش في علاقة بالفرد، ماهوش في علاقة بالتلميذ في حد ذاته. ماناش نحكيو على التلميذ وحده بقدر ما نحكيو على تلميذ في وضعية معينة، اللي هي وضعية الفصل ولا وضعية في وضعية انه يكون في المدرسة. وهنا نحكيو على صعوبات في التكيف. ذاك علاش التدخل متاعنا يجب يكون تدخل على مستوى المحيط الدائر، معناتها المحيط اللي فيه التلميذ، سواء محيط الفصل، محيط المدرسة، وإلا حتى محيط العائلة، مش حتى معناتها محيط العائلة هنا مهم برشا. وذاك علاش هنا التواصل مهم بين المدرسة، المربي اللي هو أقرب واحد في المدرسة للتلميذ خاصة في المرحلة الابتدائية، التواصل مهم بين المربي، مدير المدرسة، المربين ما بينهم هما، والعائلة، الأسرة التلميذ. هنا مهم التواصل، على خاطر هو اللي باش يعاوننا. ما ندخلوش في متاهات متاع التلميذ عنده اضطرابات نفسية وعنده اضطرابات سلوكية، لا، ينجم يكون تعديل بسيط على مستوى المحيط والوضعية اللي يعيشها التلميذ يغير المسار الكل، وينجم يعاون التلميذ وينجيه من أنه يتيح في الفشل ويتيح في الملل ويتيح في الرفض، رفض الحضور معناتها الحصص الدرس، وحتى نوصلوا معناتها في محالات توصل الفوبيا، معناتها فوبيا من المدرسة نلقاوها خاصة التلامذة. علاش مهم برشا في السنة التحضيرية والسنة الأولى مرافقة التلميذ؟ في الأصل هو مش أي معلم ينجم يقري المستويين هذوما اثنين، وأي مستوى معناته يكون سنة أولى من أي مرحلة من مراحل التعليم هي أنا في نظري أهم حتى من مرحلة من السنة النهائية. عادة في المدارس والمعاهد يكون في التنظيم ناخذوا لتحقيق أعلى النتائج وأحسنها، ناخذوا المعلمين وإلا الأساتذة اللي معروفين بنتائج معناتها بكفاءتهم وبمردودهم الهائل، نحطوهم هما في السنوات النهائية، في حين مثلا سنة سادسة بالنسبة للابتدائي، وإلا سنة تاسعة، وإلا السنة الرابعة ثانوي، واللي عندهم مناظرات وطنية عادة نختاروا لهم، نبدأ نختاروا في الأساتذة والمعلمين. في حين هو أنا بالنظري انه حسب وجهة نظري انه يكون الاختيار بالسنوات الاولى باش نبنيه على اساس صحيح، ويكونوا مدرسين اللي معناتها الكفاءة نتاعهم هذيك اللي باش تخلي التلميذ ما ينفرش، تحسن الرغبة في الدراسة، في حضور حصص الدرس، وخاصة انه عملية التعلم تكون معناتها اسهل عندهم. به هذا بالنسبة لصعوبات التكيف. مازلنا احنا طويقا مازلنا في مجال السلوك، عن اضطرابات السلوك، واللي هي اضطرابات اهم برشا، حد معناتها على مستوى الحدة والخطورة اقوى. نلقاو التلميذ يلقى صعوبات اللي يا اما مش تكون مش تظهر البرة، وبش يكون ينزوي وينطوي على نفسه وبش نلقاوه ديما وحده،
ولا مش نلقاو الطرف المقابل الاكستريميتي الاخرى اللي هو باش يكون سريع المندفع كثير الحركه عدواني سريع معناتها يرد الفعل معناتها ويكون مندفع سواء على مستوى الذهني ولا على مستوى مستوى التفكير ولا على مستوى الحركي. هذه بالنسبة مدخل للصعوبات وشنو نلاحظوا احنا بصفة عامة عند التلميذ داخل الفصل وداخل المدرسة. توا باش ندخلوا في التفاصيل ومش نحكيوا على صعوبات التعلم. صعوبات التعلم هي عادة مربوطة بصعوبات في استعمال واستغلال استراتيجيات المعرفية والما وراء المعرفية واستغلال الكفايات الأفقية. عادة ما تكون مربوطة متلازمة مع بعض النقص ولا ديفيسيت معناتها ديفيسيت اما او نيفو معناتها على مستوى الانتباه ولا على مستوى الذاكره ينجر عليها نقص في الرغبه في الدراسه نقص في الموتيفاسيون ونقص في الثقه في النفس تعطي عند التلميذ هذو مزوز مستوى نتاعهم ينزل نلقاو عدم الرغبة في مواصلة الدراسة وإلا ما سوء تقدير الذات في حين كي نحكيو على اضطرابات التعلم كي نحكيو على اضطرابات التعلم هي صعوبات بيان سور مش نلاحظوا انها نفس العلامات كما الصعوبات العابرة لكن اللي الفاصل بيناتهم هو انه تقعد ما بين 18 شهر وعامي البيرسيست ذاك علاش ما نجمو نحكيو على اضطرابات التعلم كان بعد الفترة هذه نتاع 18 شهر والا سنتين من التعلم التلميذ قال سنة أولى راهو آخر السنة الثانية أول سنة ثالثة وين نجمو نتعداو للتشخيص نتاع اضطرابات التعلم ما عادش نحكيو على صعوبات العامين الأولانيين للدرجة الأولى كان التلميذ المعلم يحاول إنه بطرق بيداغوجية يحاول يعمل الدعم العلاج التشخيص هذوما كلهم التلميذ ينجم اني ما اخذهش في الشهر هذا ينجم يستوعبه الشهر الداخل ينجم في سنة اولى برنامج متاع اخر سنة اولى وقال وسطها ما استوعبوش كما يلزم ينجم يكمله في السنة الثانية اخر الدرجة الثانية اخر الدرجة الاولى نهاية السنة الثانية من المرحلة الابتدائية وقتها نولي ونقوله اذا كان الصعوبة قعدت اذا كان الصعوبة ما زالت ما وفاتش ما زالت ظاهرة لاحظوها عند التلميذ وقتها نوليو نتعداو للتشخيص وللمختصين لكن ما هوش نمشيو طول بالنسبة لنا احنا باش نحكي المثال في تونس تلامذة يجيونا مدام أميرة تسمع فيا؟ أي مدام أميرة تفضل. أي بيه. من نعطي المثال في تونس. عادة ما يقع توجيه التلاميذ من المدرسة من المربي هو اللي يتفطن للصعوبة عند التلميذ يحاول يعاون ويرافق التلميذ لكن إذا كان ما لقيناش حل ما زالت الصعوبة موجودة راهو ماهوش هو مسؤول عليها المعلم وإلا التلميذ لكن هذه كما قلت من الأول أنا راهي على مستوى كيفية الاشتغال على مستوى المخ معناته هو إدراكه للحروف ولا للكلمات وإلا للأرقام وإلا معناته كل ما هو الآليات اللي باش يتعلم بهم فما
اختلاف ماهوش كيف ما الناس الاخرين. بالنسبه لنا احنا في تونس يقع دونك يقع التوجيه من المدرسه ولا حتى الولي نجم هو يجي للاخصائي النفساني، لكن الاخصائي النفساني راه مش هو اللي يقوم من الاول بالتشخيص. علاش؟ على خاطر ما نقولوا فما اضطرابات في التعلم الا ما نبداو نزيحوا بشوي بشوي. لو بيلان نقولوا احنا باغ اليميناسيون، الاولانيه نتاكدوا انه ما عندوش نقص، سنتاكدوا على مستوى البدني ما فماش نقص على مستوى كل ما هو سنسوريال حواس. في بعض الاحيان تلميذ نعبد الكل يعملوا التشخيص يقولوا الولي ولا المدرس يقولوا راهو عنده ديسليكسي، يقولوا عنده عسر في القراءة، والناس الكل تؤكد هذا التشخيص. لكن في بعض الأحيان كي يجي للمختص نقولوا ترى ثبتوا ونشوفوا لعل نقص نظر، لعل نقص سمع، فقدتوا هذا من الكل. أنا كي يجيني ديما نسأل الولي هذم الكل تفقدناهم، شفنا هل أنه فما نقص على مستوى الحواس؟ إذا كان هذوما لباس، إذا كان على مستوى البدني ما عندناش حتى مرض معناتها عند التلميذ، نوليو نتعداو نكملوا التشخيص نتاعنا وإحنا ماشيين. دونك الأولين اللي بشي يبدأ هو الطبيب، مش نبدأ بالطبيب المختص اللي هو يا إما أورال وإلا أفتلمو معناتها عيون وإلا سمع وإلا معناتها برشا، فما برشا برشا اختصاصات، لكن هذوما أبرزهم. بعد نشوفوا التلميذ زادا شنو الماضيه معناتها في علاقته على مستوى العائلة وعلى مستوى النمو العاطفي متاعو وعلاقته خاصة مع الأم. نشوفوا هل فما استقرار على مستوى العائلة، هل إنه فما سكولاريزاسيون التمدرس نتاعو داخل المؤسسة التربوية، كان فما مواظبة، كان فما ما فماش هذا من الكل. زدنا مش تلميذ ديما مريض وديما غايب وبعد نقوله عنده عسر في القراءة ولا في الكتاب، هذا ماهوش معناتها معقول. مولي هذاك علاش احنا دونك قلنا نبداو بالطبيب بعد نشوفوا نفسيته التلميذ. ساعات اذا كان عنده نقص في تاخر على مستوى النطق، اذا كان عنده مستوى السمع، هذوما الكل نتعداو الاخصائي في تقويم النطق. اذا كان فما على مستوى الحركي للكتابه معناتها يبدا فما صعوبه في الكتابه خاصه على مستوى الرسم، على مستوى نقصد الرسم مش الاورتوغراف، نقصد الرسم الجرافيزم. هذه نتعداو للي من بعد نشوفوا الامور معناتها تويك باش نتعداو للتعلم بعد ما تاكدنا من الصحه البدنيه ونفسيته ومستوى شفنا مع الاخصائي النطق اذا كان فما مشكل معناتها فما صعوبه، اذا كان تعهد به شكون اللي متعهد به قبل سابقا، شكون شنو هو الانامنيز نتاعو معناتها شنو تاريخه معناتها الماضي التلميذ، النجم يكون فما امراض كيما الصرع كيما معناتها برشا امراض كيما الربو كيما هذوما الكل راهم شي اثروا. إذا ما الكل نشوفهم باش نعملوا التشخيص نتاعنا نتاع اضطرابات التعلم. ما نزيدش ندخل معاكم برشا في منتو هو شي ياسر في الموضوع هذايا، دونك ما يجي التشخيص كان اخر حاجه. نحبوا كونوا متفاهمين انه بعد ما نثبتوا في هذا الكل وقتها باش نجموا نحكيوا على اضطرابات التعلم، وذاك علاش راه ماهوش سهله النطق ان ننطقوا كلمه اضطراب في التعلم. وانا شخصيا نفضل إذا كان التشخيص مازال ما تمش على قاعدة وما تمش تشخيص نهائيا نقوله فما صعوبة ونكتفيه بكلمة صعوبة في التعلم، صعوبة في القراءة، صعوبة في الحساب، في الرياضيات، صعوبة في الرسم، أهون علينا إلى أن يتأكد التشخيص ويكون عندنا التشخيص ويكون عرفنا كيفاش نتعاملوا مع الحالة متاع التلميذ به. بعد اضطرابات التعلم
دونك باش نتعداو. الانواح نجم تكون هي العسر في القراءة، سامحوني جست سيبور نستان في العسر باش يكون يا اما العسر في القراءة. نعم عزيزتي، نرجو التحدث باللغة العربية الفصحى للإفادة، مشكورة. نحاول نحاول مدام أميرة. تعرف اللي زملائنا في فلسطين وفي الشرق عندهم إشكال مع اللغة الفرنسية، نحاول ليه نحاول أنا ولا نحاول به. الأنواع متاع اضطرابات التعلم، عنا اضطراب على مستوى تعلم القراءة، عسر القراءة، عنا على مستوى الحساب، عنا على مستوى الرسم، على مستوى الحركي، عسر في كل ما هو حركي. نبدأ بالقراءة، هو اضطراب خصوصي كما قلنا مزمن يقعد يخص كل ما هو مكتوب، كل ما هو مش كل ما هو ما نص ومش نقراوه. كيما قلت لكم بكري ما بين باش نعملوا التشخيص لازم يكون فما تاخر، فما تاخر ما بين 18 شهر 18 شهر وعامين. عاده التلميذ اللي عنده عسر في القراءة يكون عنده عسر في الرسم، في رسم الكلمات، لأنه إذا لم نقرأ جيدا، لم نتمكن من قراءة جيدة، فإنه رسم الكلمات سيكون هناك كثير من الأخطاء في رسمها. العلاقة ديما ثنائية ما بين عسر الكتابة وعسر القراءة. أهم العلامات، أهم العلامات هو الخلط ما بين الأصوات، مثال الثاء والذاء، خلط ما بين الأصوات التاء والطاء، هذا على مستوى الأصوات. فما زاد الخلط على مستوى المرئي ما بين الحروف، مثال ما بين الراء، حرف الراء وحرف الزاء، حرف الباء وحرف التاء مثلا. هناك علامة أخرى اللي هي تنجم يمكن أن تنبهنا لوجود عسر في القراءة، وهي ترتيب الحروف في الكلمة. إذا كان مش نقرأ مثلا كلمة سمكن، سمكن وهي غير مشكولة، وهي غير مشكولة، ينجم التلميذ اللي عنده اضطرابات في التعلم ينجم يقرأها مسك. هنا الصعوبة على مستوى الحروف في الكلمة. به عادة التلاميذ أو الطلاب اللي عندهم عسر في القراءة نلاحظ إنهم يكونوا بطيئين، فما بطء، نلاحظ إنهم يقوموا بجهد، يتعبوا وهما يتحسوا يقوموا بمجهود كبير، ونلقاو عندهم مثلا نسي يقفز مقطع من الكلمات، وإلا ينسى حرف، هو مش ينسى، هو ليس بالنسيان، معناتها هو لم يتعمد النسيان بقدر ما هو لم يدرك الحرف، وجود الحرف هذا. احيانا يكون حتى انه يقفز سطر كامل من النص، انه يقرا في السطر رقم 5 أيوة، أن يمر إلى أول سطر 6، يمر إلى السطر 7،
المنصوح به بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم عسر في القراءة إنه كمربين منلحوش عليه، من الأحسن إنه منلحوش إنه يقرأ قدام زملائه، إنه ما نطلبوش منه هو أول من يبدأ بقراءة النص ولا التعليمة، ديما نخليوش يكون قبله يقرأ. عسر على مستوى الرياضيات، قبل ما نعد للحساب الرياضيات، عسر القراءة عادة ما يكون مربوط، معناته يتزامن مع تأخر في النطق، تأخر في النطق، تأخر على مستوى النقص، على مستوى عدم الثراء اللغوي عند الطفل، نقاو اضطرابات على مستوى شيما كوربورال، صورة معناتها الجسد نتاعو والفرق ما بين اليمين واليسار والتوجه في المكان وفي الزمان، نقاو اضطرابات على مستوى التوجه في المكان. إذا طلبنا من التلميذ أنه يجلب من الخزانة، دونك احنا نحاولوا أنه نقول له كيفاش التوجه، نلقاه عادة يلقى صعوبة باش يقول لنا كيفاش التوجه، كيفاش مشى، كيفاش وصل، كيف وصل إلى الخزانة وكيف عاد منها. وإلا حتى على مستوى التوقيت، لا يعرف قبل، لا يميز بين قبل وبعد. به توا مش نتعداو الآن إلى العسر على مستوى الحساب. التلامذة الطفل اللي عنده عسر على مستوى الحساب، مش نمر بسرعة باش الوقت ما يكفينا، نلقاو عندهم صعوبات مثلا في كتابة، في أنه نمر من الشفوي قراءة الأرقام والأعداد إلى خاصة الأعداد إلى كتابتها على اللوحة ولا على الورق. مثلا عندما نعطي العدد 269، التلميذ يكتب 200 2 2 أصفار، بعد يكتب 9، وبعد يكتب 60 6 0. نلقاو صعوبات على مستوى الفهم والتعامل مع المعطيات، الوضعيات المشكل في الرياضيات، نلقاو كيفية التعامل مع الأرقام سواء على مستوى العمليات، القيام بالعمليات العمودية، أو استغلال الأرقام والأعداد في حل وضعيات مشكل. العسر الثاني والاضطراب الثاني يأتي على مستوى الحركي. أيضاً أطفال نلقى عندهم اضطرابات على مستوى الحركي، خاصة نلاحظوا صعوبة في استعمال الأدوات كأدوات القص، المقص، استعمال المسطرة، استعمال نصف الدائرة والكوس. عادة ما نجد الكراسات التلاميذ اللي عندهم صعوبات على مستوى الحركي، نلقاوها قلة الاعتناء بالكراس، نلقاو كأنه مسودة الكراس. هذم أهم العلامات بالنسبة للتعلم. مش نتعدى تويكا، مش نحاول اني نسرع لترك المجال للأسئلة الأخوة اللي يصغيوا تويكا للمداخلة متاعي. نتعدى تويكا للجزء الثاني اللي هو صعوبات التكيف واضطرابات السلوك. قلنا منذ حين انه فما
صعوبات واضطرابات على مستوى السلوك اللي هي تبقى كامنة داخل التلميذ، داخل الطفل، انه يكون منزوي منطوي، يلقى صعوبة في التواصل، لا ما يمكنش انه يبني علاقات مع اصدقاء. هذم نلقاو حتى حالات اكتئاب، اضطراب على مستوى المزاج، ونلقاو اضطرابات سلوك اللي هي البر اللي تظهر اكثر، معناتها تظهر للعيان بسهولة، واللي هي اضطرابات مثل افراط في الحركة ونقص الانتباه، مثل الاضطراب الاوبوزيشنال. التلميذ اللي نقوله احنا التلميذ اللي دائما عنيد، التلميذ العنيد والذي ديما يحاول يستفز الآخر، يستفز خاصة كل ما هو يرمز للسلطة سواء في المنزل أو للمربي داخل القسم. أوتوريتير. واضطرابات واضطرابات السلوك بصفة عامة، تخوب دو لا كونديت. بالنسبة للإفراط في الحركة، الإفراط في الحركة فيه مجالين اللي هو نقص الانتباه وإفراط في الحركة. في التشخيص للتلاميذ اللي عندهم الاضطراب هذايا، التلاميذ الذين يشكون من هذا الاضطراب، نلقاو النقص في الانتباه، واحد يطغى أكثر عند بعض التلاميذ، في حين عند التلاميذ آخرين نجد الإفراط هو اللي أكثر يطغى وأكثر يسهل ملاحظته لدى التلاميذ. والثالثا هو الاندفاع. التلاميذ هذوما كثيري الحركة عادة في نقص الانتباه، نجد عند التلاميذ صعوبة في أنه يتم يقوم بإتمام ما يطلب منه وإنجاز ما يطلب منه إلى آخره، إلى آخر يقوم مثلا بحل وضعية مشكل. لا، التلاميذ من اللي عندهم اضطرابات في الانتباه لا يمكنهم إتمام ما طلب منهم، نجم يخدم نصف المطلوب ويبقي الآخر غير متموم. عندهم صعوبة في تنظيم العمل متاعهم، في تنظيم كل ما يطلب منهم والواجبات المدرسية المطلوبة منهم. نجد لدى التلاميذ صعوبة في شد انتباههم وفي أنهم يحاولوا أنه ينتبهوا لفترة طويلة، يلقوا صعوبة. التلاميذ هذوما عادة في القسم حتى لو أنه التلميذ اللي بجنبه سقط منه قلم، إذا سقط قلم منه هذاك إذا يعلو التركيز في الكلام، نلقاوه يمر من موضوع إلى موضوع آخر بسرعة، معناتها بسرعة فائقة، معناتها في سماء يمر من موضوع إلى آخر. التلاميذ هذوما عندهم صعوبة في أنه يشدوا الانتباه متاعهم، في أنهم يعرفوا كيفاش يستغلوا نقاط القوة، هما صعوبة في استغلال التركيز حول الذات، معرفة الذات، وكيفية استغلال نقاط القوة عند التلاميذ هذوما. غير مثابرين، غير مثابرين، مش نقص في الذكاء، هما ذكائهم عادي، ونجم يكون حتى يفوق تلاميذ اللي في سنهم، الذكاء اللي عند التلاميذ في سنهم، لكن عادة من القوم يتعبون بسرعة، يقومون بأعمال بسرعة وليس بإتقان.
ما يمكنش يقوم بمهم، لا يمكن الطلب منهم بقيام بمهمتين في نفس الوقت. عادة في ما نقترحه كمختصين في علم النفس النمو والتربية، نقترحه على المربين ولا على الولي أنه يطلب من التلاميذ اللي عندهم نوع هذا من الاضطراب أنه يطلب منه مهمة واحدة. لا يمكن طلب مهمتين في نفس الوقت، لأنه غير قادر على أن يقسم انتباهه إلى جزئين. نعطيه على مرحلتين، مثلا سؤال فيه مرحلتين، نقسم السؤال إلى سؤالين. مش نحاول نسرع، فما بعض النقاط مانيش باش نقف فيهم برشا. مش نلقاو عند التلاميذ هذوما، زاد عند الأطفال نلقاو اندفاع على مستوى الذهني المعرفي واندفاع على مستوى السلوك. عندما تطرح سؤال أنت لم، وإلا طلب أنت لم تتم طرح السؤال إلى الآخر، وهو يقول نعم نعم يمكن أن أقوم بهذا العمل الذي أنت بصدد طلب بالقيام به. مثلا أنت تقول الآن مش نخرج إلى الحديقة لزرع بعض الحبوب وفي حصة إيقاظ علمي مثلا. التلميذ أنت تقول سوف نخرج إلى الحديقة وهو يندفع، وإلا حتى على مستوى الذهني أنت لم تتم طرح السؤال وهو يجاوب، لا ينتظر إتمام السؤال وإلا المطلوب منه. عادة لا يعير اهتماما لنتائج وعواقب الاندفاع اللي عنده، ما لا يقيس درجة الخطر. على مستوى السلوك الاندفاع في أنه يتحرك مع كثير الحركة، ينجم حتى أنه ينطر أو يخطف أشياء من يد زميله، ينجم أنه يقطع كلمة زميل أو كلمة تلميذ آخر، لا يطلب الإذن. هذا أهم العلامات. سوف نمر إلى الجزء الثاني من مميزات وعلامات الإفراط في الحركة والانتباه، صعوبة في الانتباه. هو قلنا أولا النقص في الانتباه، ثانيا الإفراط في الحركة. هذا النوع من الاضطراب عادة ما يزعج المربي كما يزعج التلاميذ الآخرين ويعطل سير الدرس. نجد التلميذ عادة ما يقوم بفوضى داخل القسم، بإسقاط الأقلام، بفك ممحات زميله، بدعدعة تحريك الطاولة أو الكرسي داخل الفصل، ما ينجر عنه أصوات ممكن أن تشتت تفكير أو انتباه زملائه أو حتى انتباه المدرس. حركات غير منظمة، حركات فوضوية أكثر من أنها تكون حركات ذات هدف وحركات لإنجاز عمل معين. سأمر إلى اضطراب آخر وهو العناد. يظهر لي كأني رأيت من طلب هذا الموضوع. مش نحكي على اضطراب العناد والأطفال الذين يستفزون خاصة من هم أكبر منهم. هذه من السلوكات هي سلبية، تقلق الآخر. عادة باش نقولوا التشخيص، ننطق بهذا التشخيص لهذا الاضطراب في السلوك بعد 6 أشهر من ظهور 4 علامات
من العلامات اللي مش نسردها الآن هي إنه سريع الغضب التلميذ أو الطفل، إنه يكون عنادي ويناقضك أو يكون في موقف عكس ما هو منتظر أو عكس ما احنا ننطق به أو ما يلائم الوضعية اللي احنا فيها. عادة ما يرفض ما نطلب منه كثير الرفض، خاصة كل ما هو طلب أو قواعد يمليها الكهل. عادة ما يكون مقلق، يشنج الآخر، يوتر الآخرين بهذا السلوك اللي يظهر عليه. زاد نلقاو سامحوني في بعض الأحيان لا أجد الكلمة بالعربية. وهذا المضح لله سيدة أميرة، مش مشكلة نعاونوك كنت حب نعرف اللي سي با ايفيدون. الكونتيست سوفون سو كو ديز لي زادول جوستومون. نحاولوا هنا نحاولوا مع بعضنا وبشوي بشوي. الكونتيست معناتها يعكس، يكون لا يقبل، يعارض، لا يقبل ما يقوله الكبار، يعارض ما يقوله الكبار. عنده ميزة أخرى اللي راوها عند يعطيكم الصحة زملاء، عنده ميزة أخرى إنه يرمي المسؤولية، مسؤولية السلوكات هذه السلبية على الآخرين، يحمل المسؤولية على للآخرين. كما نقول واحد بتوس يكون طالب ولي مطلوب، واحد مع التلميذ من نوع اللي عنده نوع الاضطرابات هذه. عادة ما يقع وصفه بأنه شرير وعدواني، في حين أنه خارج عن نطاقه، في حين هو ما هو لم يختر وجود هذا، ما كانش باختيار ولا عن قصد أنه يظهر عليه العلامات هذه. هذه السلوكات يمكن التعامل معها، هي نتيجة عادة تربية اللي ما تكونش في الحالات هذه. أنا ديما معناتها في الجيدونس بارونتال إنه في التوجيه متاع الأولياء وكيفية التعامل، إنه نحاول نعملوا معهم حصص كنوجهوهم في كيفية التعامل مع التلاميذ هذهم، إنهم يكونوا الأب والأم لهم نفس الرأي، لهم نفس الكلمة. لا يمكن، لأن التلاميذ في الوضعيات هذوما في اللي عندهم اضطراب من السلوك من نوع هذايا عادة يكونوا أذكياء ويستغلوا الخلاف ما بين الوالدين وإلا الخلاف ما بين الوالدين والأجداد، في أنه واحد يسمح له بالقيام بما يريد والآخر يرفض ويمنعه من القيام بما طلبه الطفل. في هذه الحالة التلاميذ من نوع اللي عندهم اضطرابات هذوما يكونوا أذكياء ويحاولوا انهم يلعبوا على الحبلين. في الحصص زاده في التعامل مع التلاميذ هذوما نحاولوا انه نعلموا التلميذ كما نعلموا الاولياء انه كلمه متى نقول نعم ومتى نقول لا تجاه وضعيات تجاه طلب الطفل. هما معناتها ينجموا يوصلوا معناتها بالسلوكات هذه اذا كان ما يقعش التشخيص وما يقعش مرافقه التلميذ ومرافقه العائله، راهو ينجم يوصل معناتها فما معناتها وضعيات تولي اجتماعيه، توصل حتى الخلاف ما بين الوالدين، توصل مشاكل، توصل حتى للطلاق جراء صعوبات واضطرابات على مستوى السلوك من نوع هذا. وحتى على مستوى المدرسة زاد راهو نلقاو معناتها أنا بشرت حالات من نوع من اللي عندهم اضطرابات من نوع هذية على مستوى السلوك. صراحة
مدرس انا حتى لما تحضرت معه في حصص الدرس مع التلميذ اذا كان نحضر مع حصه الدرس التلميذ هذا ما عادش نجم نخدم حتى شيء اخر، معناتها حصه الدرس فقط للملاحظه السلوك التلميذ هذا اعود معناتها للعام للمكتب او للمنزل في حاله لا يمكن اقوم باي عمل اخر. ذاك علاش يلزم التشخيص، هذا لهذا يجب التشخيص. واذا كان انتم كمربين لاحظتوا العلامات هذه عند التلميذ ما فيها باس، معناتها من المستحسن الاشاره للولي وتوجيهه الى المختصين حتى يتقع التشخيص ومعالجه الحالات من النوع هذا لمساعده على خاطر التلميذ مش معناتها ليس هو فقط من يتضرر من وجود هذه السلوكات بل من اضطرابات السلوك من النوع هذا بل المحيط الكل يتضرر، ضرر يمس المحيط كامل. به التلميذ اللي عنده اذا التلميذ اللي قلنا عنده اضطراب من النوع هذا اللي العنادي واللي يستفز الاخرين عاده ما يبدا يهدد يخجل الكبير معناتها الكهل اللي معاه سواء ولي او مربي، يخجل من تصرفاته، ينجم يصل حتى انه ينجم يكذبك، معناتها انت تقول تسرد روايه او تحكي عن حقيقه صارت ولا حاجه صارت في الحياه، هو ينجم يحشمك معناتها قدام كيما نقولوا يخجلك امام الاخرين. الهدف هو بالنسبة لي أنه يوترك، يوتر كل من معه، وعادة ما يتيح الكهل في الفخ ونلقاه روحنا في عركة معناتها في عراق معناتها في خصام ما بين الصغير والكبير به. نحس إذا اللي زيد ما نعرفش فما شكون يحب يدخله. مدام نفضلكم باللي الميكروويت. مدام أميرة. مدام أميرة. نعم. بربي نعملوا نقطة نظام، زملائي اللي حب يتكلم حب يتدخل برفع اليد وإحنا نعطيه الكلمة، ولكن أنا حبيت نعدي الأسئلة متاع بعض الزملاء الكتابية. عنا سي جمال المناعي. زدت ما كملتش راني. انت قلت شكون يحب يتدخل هذيك علاش؟ لا لا سمعت صوت، سمعت صوت. لا لا تفضل مدام، خاطر انا قعدت نسال ديجا مازال عندك الجزء الاخير نستنى فيه، قلت بالك شي سارك الوقت ولا حاجه، تفضل مدام. لا 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 مسيش. تفضل سامحني. نسمح سمح. به باش نحاول نسرع شويه باش نخلي لكم انتم زيدا باش تتكلموا. وباش تطرحوا الأسئلة متاعكم، نعرف خاطر الموضوع كيف ما هكا راهو يثير، نتفكروا الحالات اللي شفناهم، نتفكروا وضعيات حتى إنه معناتها عنا برشا ما زاولناش معناتها ماناش في المدارس، لكن يحير فينا ذكريات مع بعض التلاميذ ويحير فينا. نحب نقول اضطرابات السلوك اللي كنا نشوفوا فيهم من الأنجع انه من اللي نبداو نشوفه في التلميذ في الطفل بدا يكون عنادي، بدا يستفز في الاخرين، بدا يخرج عن القواعد اللي رسمناهم له اللي رسمناهم مع بعضنا زاده. دونك من فميكا نراهو نبداو نتبعو في التلميذ على خاطر نجمو نوصلوا العدوانيه تجاه سواء على مستوى الفيزيك معناتها المادي والا معناتها بدنيا والا لفظيا مع الاولياء، نجم نلقاو زاد يولي في خصام يوميا وفما يتشاجر هو والاصدقاء، يتشاجر هو والمعلمين، ينجم يكون منفور معناتها ينجم يكون غير مرغوب فيه معناتها داخل المجموعه، يولي معناتها غير مرغوب فيه، ينجم يتطور إلى صعوبات في التعلم، إلى فشل مدرسي، نجم نتعداه حتى إلى العدوانية تجاه الذات، أنت محاولات انتحار ومحاولات نجم يتطور السلوك، راهو اضطرابات من الأول تبدأ صغيرة متاع السلوك،
نجم تتطور حتى إلى الانحراف، إلى المخالطة الأتراب المنحرفين، نجم نوصل للعنف، نجم حتى نوصل للإيقافات وللعود في سن متقدمة مع سن المراهقة ومع سن الشباب. معناته لذلك علاش راهو مهم جدا التشخيص والتفطن الى مختلف العلامات خاصه على مستوى السلوك. اذا كان تفطنا، اذا كان منطوي ومن زاويه التلميذ، والا العكس اذا كان كثير الحركه ويشكل معناتها وسبب في تعطيل سير الدرس وفي تعطيل المدرسه بصفه عامه، راهو هنا يجب الاعلام ويجب النظر في الموضوع. ما هو شيء بسيط كما يظهر عادة، نقوله لا هتا يكبر وينقص، هتا يكبر ويعقى، لا راهو يزمنا نغوصه ونفهمه ونوجهه باش نعرفه، باش نجمه ننقذه التلميذ وننقذه، خاطر في سن متقدمة ينجم يكون هو معناتها ينجم يوصل للانحراف، ينجم يوصل يغادر مقاعد الدراسة، وينجم يوصل حتى ما أخطر. راهو مهم وخاصة الدور عند الأولياء والمرابين في الملاحظة وفي الغوبياج، معناتها تحديد وين معناتها إنه نحط الإصبع على السلوكات الغير عادية معناتها ما بين ظفرين. به حبيت باش نحكي لكم على الفوبي سكولير، لكن يظهر لي باش نتعداها وباش نحكيو على فما فشل ماهوش متوقع عند بعض التلاميذ، قولوا لي شيك بارادوكسال. هذا نلقاوه لي شيك بارادوكسال، الفشل غير متوقع نلقاوه عند التلاميذ اللي عندهم درجه ذكاء تفوق درجه ولا معدل درجة الذكاء للأطفال اللي في سنهم. شكون مادوما؟ هنقولوا لي سيغ دوي في تونس بصفة عامة، نستعملوا المفهوم هذايا. وإلا ديجا أنا كنت من بين الباحثين في دراسة حول في 2009-2010 حول تلاميذ ذوي القدرات الذهنية العالية، على قد ما هما عندهم قدرات ذهنية تفوق القدرات اللي تناسب العمر نتاعهم متفوق، والقدرات اللي عند التلاميذ اللي في سنهم، على قد ما ينجموا يعيشوا فشل مدرسي. إذا كان احنا ما عرفناش كيفاش نتعاملوا معهم، لم نحسن التعامل مع التلاميذ ومرافقتهم والتفطن وتحديد. هما صحيح ما همش العدد نتاعهم ما همش كبير، ومازال حتى الادوات القيس ما عندناش. رانا صحيح الموضوع هذا مطروح، الموضوع هذا يوصل حتى معناتها قلنا احنا عملنا عليه دراسه، لكن فما معناتها مازال في اخذ وراي. انا حسب رايي، على خاطر حتى لو انه نحكيوا عليهم ونقولوا معناتها التلاميذ هذوما يلزمهم اجراءات استثنائيه ويلزمنا، لكن يبقى راهو حتى من الأدوات مفقودة. وذي نعرف ماهيشي كان في تونس بصفة عامة، معناتها في الدول العربية رانا ما عندناش الأدوات القيس الذكاء اللي هي مكيفة للسياق متاعنا، السياق التونسي. حتى الأدوات الموجودة وفما أداة معناتها أداة قيس وقاع تكييفها أقلمتها للسياق التونسي، شخصيا استعملتها، لكن معناتها فيها بعض الأسئلة اللي ما عادش تمشي مع التلاميذ اللي يستعملوا في التكنولوجيا. معناتها مازال يلزم برشا بحوث، برشا دراسات، برشا دراسات خاصة في الطريق نتاع أقلامة أدوات قيس ذكاء التلاميذ. به لكن ما فيها بس انه نتفطنوا لهم وانه نعرفوهم. تلاميذ هذوما عاده نلقاهم على مستوى فما نقطه اخرى قبل ما نتعدى على مستوى التلاميذ اللي عندهم قدره ذهنيه
عالية. شو معناتها عندهم قدرة ذهنية عالية؟ ذكر احنا اخترناه الكونسيبت هذا اما خاطر نقولوا سيغ دوي والتلامذة الموهوبين راو معناتها على مستوى المفردات مهم برشا تحديد المفرد اللي باش خاطر كي تجي بعد مش تقيس والا باش تحدد شكون التلامذة هذوما. ونجم نحكي لكم حتى طرفة صارت لي في الدراسة هذيك، مشيت للمدرسة قلنا لهم اعطيونا التلامذة اكثر تلامذة معناتها اللي عندهم موهوبين، جاي ولي جاي بصغير وجاي الصغار معناتها الأطفال معهم أوليهم. أنا بديت نفسر لهم شو هو المقصود بكلمة تلاميذ موهوبين. قام واحد من الأولياء أب قال لي مدام أنا صغير موهوبين معناتها عندهم موهبة، أنا ولدي إذا كان تحط له كرة راهو يبدأ بكرة معناتها كرة قدم، خلاف هذا راهو معناتها ما نجمش نحكيه على موهبة أخرى عند ولدي. هذاك علاش راهو المفهوم مازال ماهوش ياسر واضح ومازال ما متبنيناش حتى على مستوى التحسيس والإعلام والتعريف بهم، ماخذاش حقه كيما يلزم. كيف ما زاد على مستوى المنهجي هذا على مستوى المفاهيمي، على مستوى المنهجي زاد الأدوات ناقصة، وحتى لو معناتها اللي موجود ما يكفيش بالغرض وماهوش 100% معناتها يعطينا النتيجة الصحيحة. لكن ما يمنعش انه نحكيوا عليهم. التلامذة قلنا عندهم على مستوى الذهني عندهم قدرات عالية، لكن مثلا هو تلميذ عمره 8 سنين تلقى عنده قدرة ذهنية متاع 12 سنة كما التلامذة اللي عمره ما 12 سنة، لكن على مستوى الوجداني العاطفي العلائقي الحركي راهو يقعد مناسب لعمره، يقعد مع التلامذة اللي عمره 8 سنين. وهذا الفارق اللي موجود هو يخلق اون ديسينكروني. شو معناتها؟ معناتها نفسر اكثر. التلامذة هذوما يبدا عندهم على مستوى الذهني مثلا تحطوا يحل وضعيه مشكل في الحساب ما شاء الله يحلها بسهوله مع تلامذة هو 8 سنين، يحل قادر على انه يحل مع تلامذة عمرهم 12 13 سنه. لكن 12-13 سنة هي بداية فترة المراهقة، وهنا فما التغيرات على مستوى على أربع مستويات: الذهني، دونك احنا الذهني عنده لكن يبقى على مستوى الوجداني والاجتماعي والعلائقي والفيزيولوجي والبدني راهو مختلف. وذلك علاش هما من القوم يعيشوا لشيك باغادوكسال، يعيشوا الفشل الغير منتظر. به ما نزيدش نقف برشا عند هذوما باش نتعدى. عندهم زلت التلامذة هذوما فما نقطة يلزمني نقولها اللي هما عندهم نهم معناتها ما يشبعوش. فأنت هو يبدأ ما شاء الله في الرياضيات، على قد ما انت تعطي تمارين على قد هو مازال يخدم. دونك هنا البيداغوجيا الفريقيه زاده مهمه جدا بالنسبه لل بالنسبه للتلامذة هذا، على خاطر مثلا في القسم انت تعطي للتلامذة زوز تمارين، التلميذ هذا يلزمه 4-5 تمارين. فما شهيه كبيره معناتها عنده ما هيش نفس القدرة كما التلامذة الأخرين. هنا طويلة نحب نحكي على التلامذة بصفة عامة، وحكينا على الصعوبات وعلى الاضطرابات. نحب نقول حاجة زادة، التلامذة اللي أون إيشيك، التلامذة اللي يعيشوا فشل جراء الصعوبات والاضطرابات راهو ننتبهوا برشا، راهم عادة ما يبذلوا برشا طاقة باش يعملوا ماسك، باش يعملوا قناع لتغطية الفشل اللي عندهم وتغطية الصعوبات اللي هما يعانيوا منها. ذلك علاش ما نفيقوش بيهم ساعات من الأول. هذه قولة معناتها كان جاء العارض معناتها بالكتابية، راني عطيتها لكم القولة بالفرنسية هي. دونك إذا كان مسموح نجم نقولها وإلا
سيدة أميرة. بالفرنسية هي القولة متاع ماكولوغ 98 بالفرنسية ميسيرش نقولها وال نحاول نترجمه معاك. L'élève en échec en interaction avec son entourage consacrera de plus en plus d'énergie au masque et de moins en moins en résoudre l'échec caché. يلا ترجم. يلا L'élève en échec التلميذ اللي عنده صعوبات ولا عنده اشكاليات في التعلم اي في تعامله مع المحيط نتاعو معناتها الاشخاص اي يسخر ويضع اقصى ما عنده من طاقه باش يعمل قناع اكثر من يغطي به الصعوبات والفشل اللي هو فيه اكثر من انه يحاول يلقى حلول يحاول باش يحل حلول للفشل يعترف بالصعوبات اللي عنده وإنه يظهرهم. إذاك علاش هنا الدور المهم وأول دور هو بيان سور معناتها بالطبيعة باش يكون للولي خاطر حتى احنا كي نجيو نشخصوا الوضعيات هذوما راهو الولي وخاصة الأم هي اللي تنجم تعطينا النمو متاع الصغيرة وتنجم تعطينا الأمراض اللي سبقت دخوله المدرسة وما هي الأمراض اللي يعاني منها حاليا وهذوما الكل. لكن زاد الدور الثاني والمهم وساعات حتى يولي يفوت دور الولي في سن الدراسة هو دور المربي. المربي كيفاش يتفطن للصعوبات هذية من خلال الملاحظة. هذاك علاش الملاحظة مهمة برشا. ملاحظة والملاحظة هذية تتبنى على العلامات اللي نعرفوهم واللي قلت لكم منهم البعض منهم اليوم. إن شاء الله تويتي فرص أخرى وإن شاء الله تكون عنا أدوات معناتها اللي نجموا يستعملوهم المربين اللي فيها جل العلامات اللي تعاون المربي للتعرف على التلاميذ ذوي صعوبات التعلم وكيفية توجيههم للمختصين حتى يقوموا بالتشخيص والمرور إلى المرافقة والتعهد والمرافقة والتعهد عمره ما كان لا يمكن أن يكون في معزل في عمل فردي بقدر ما هو عمل المجموعة. المجموعة اللي هي المربي بالأساس والمختص وإذا كان أمكن زاد بقية المختصين اللي احنا ما همش موجودين في وزارة التربية بالنسبة لتونس لكن معناتها نحاولوا احنا بتجميع الملف الطبي للتلميذ حتى مهاتفة بعض الزملاء في وزارات اخرى الشؤون الاجتماعية الصحة الطبيب سواء كتابيا والا حتى شفويا نحاولوا نفهموا من الولي من المراسلات هذه الشفوية والكتابية نحاولوا نفهم من خلال اللقاءات في بعض الأحيان نجبر معناتها أنه نتنقل لصالح التلميذ إلى معناتها إلى مختصين وآخرين معناتها باش نلموا أكثر معلومات خاطر التلميذ هو كلعبة البازل معناتها احنا نحبوا نحاولوا كفريق أنه نلموا القطاع الكل باش نتموا الصورة لأنه المربي عنده جانب كما في الصورة لعبة المربكات هي البازل عنده النجم نقوله عنده المنطقة الزرقاء متاع السماء بقية الطبيعة مثلا الأخصائي عنده منطقة الشجرة الولي عنده منطقة وين فما الأطفال يلعبوا كي نتموا نجمعوا القطاع هذوما الكل نجموا نتموا صورة مع بعضنا وهكا يسهل علينا الكلنا يسهل عملية المرافقة وتكون مبنية على أساس وعلى قاعدة صحيحة ما نقعدوش كل واحد يخدم وحده لأن المختص ما يخدمش وحده ما فماش بيبان مسكرة قدر ما هو على قد ما بيبان تكون محلولة ما بينات بعضنا نكونوا منفتحين على بعضنا ومن الأحسن أنه نقعدوا على نفس الطاولة ونتموا القطاع اللي عنا كل واحد بما أوتي معناتها من معلومات ومعطيات حول التلميذ وما لاحظ وما قام بتشخيصه وحتى كيفاش معناتها حتى التجارب اللي قام مع التلميذ في محاولة مساعدته ومرافقته خاصة بيداغوجيا هذم الكل يعاونوا باش نجموا نبنيوا برنامج للتدخل وعادة احنا هنا نحكيوا على مشروع التربوي الإفرادي للتلاميذ هذوما مشروع التربوي الإفرادي اللي ما يقومش به شخص واحد ماهوش المربي هو المسؤول وحده على صعوبات التعلم
وإلا على اضطرابات التعلم ولا الموضوع هذا كله متاع صعوبات المدرسية قدر ما هو إلا وإلا البسيكولوج وحده الأخصائي النفساني وإلا الولي وحده راهو الكلنا مع بعضنا فم وين باش تنجم تكتمل الصورة والكلنا ندخله مع بعضنا. لهذا نحب نقول راهو كمربين العمل بالأساس هو في مرحلة أولى راهو مسار كامل في مرافقة التلميذ في كيفية التعامل مع صعوبات واضطرابات التعلم وصعوبات التكيف واضطرابات السلوك. راهو العمل مسار ماهوش عمل وقتي ماهوش محدد بوقت ولا زمن معين لا ما ندخلوش في أول السنة ولا منتصف السنة ولا آخر السنة ولا يوم ندخله لا احنا نقوم بمسار كامل. وأما المهم هو في التواصل ما بين المختصين والمربين والأسرة هذا هو السر في نجاح عملية مرافقة التلميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية بصفة عامة ولا التلاميذ ذوي الصعوبات المدرسية ولا صعوبات التعلم. نحاولوا التجربة في تونس رغم النقائص ورغم الصعوبات لكن نحاولوا وفما تجارب نجحت وصراحة معناتها مشكورين زملاء معناتها الأخصائيين النفسيين في مندوبيات الكل معناتها في تونس مندوبيات الجهوية للتربية على خاطر فما برشا تحمس فما برشا كل واحد يحب يعطي أقصى ما عنده رغم نقص الإمكانيات رغم نقص الأدوات للتشخيص رغم النقائص الكل لكن الناس الكل أنا معناتها من خلال ما لاحظت ومن خلال نحكي هكا على خاطر عندي معناتها الجانبين معناتها كباحثة وكمختصة معناتها نقوم بتشخيص وتعهد بالتلاميذ دونك الجانبين هذوما يخلوني نجم نلاحظ معناتها اللي راه فيه انه فما مجهود والإسانسيال انه الأكيد والمهم هو التعاون والتفاعل ما بيناتنا. مشكورين ان شاء الله حصص اخرى نزيد نتعمقوا خاصة أنا المهم بعد هذا الكل هو نرجع على الإجراءات كيفية التعامل مع التلميذ داخل الفصل وخاصة في التقييمات للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية باش كل واحد فيهم ياخذ حقه. مدام وهيبة شاهد على هذا ما أنت تعرف ديجا عايشة التجربة هذه فما تلامذة حققت نجاحات فعلا بفضل معناتها الأولياء متاعهم بفضل المربيين وبقية الفريق معناتها. يعطيكم الصحة الكل وإن شاء الله الكل ربي وفقنا في مرافقة الأطفال وإن شاء الله نعلموهم من اللي احنا تعلمناه سواء من الدروس ومن البحوث ومن علميا ولا من ما تعلمناه زادة من الحياة زادة ما نحضروا كان في متعلم قدر ما نحضروا في إنسان باش يواجه الحياة في عام يكون ناجح بها في اختياراته في قراراته وفي كيفية استغلاله. سيدة أميرة مشكورة جدا على هذه القصة أكيد كانت قيمة والتفاعل بتاع الزملاء أكبر دليل اللي هما كل واحد يغلي بالأسئلة الموضوع حساس مهم ويمسه بشارة أكيد. ونشكرك زيادة على حاجة أخرى دراسات سيدة أميرة كلها بالفرنسية ذيك علاش قعدت إشكال بسيط ولا شوية صعوبات باش تعرب ولكن الحمد لله نجحت في الأمر وإن شاء الله المعلومة وصلت للناس الكل. نوصلوا للأمور التنظيمية طوال لتدخلات بليه كالعادة برفع اليد الناس الكل واللي يخذ الكلمة الأخرين نسكروا الميكرو وإن شاء الله بالواحد وصارت تكون هناك يعني ما بين الهوني التشات هوني وما بين دريم وما بين الروافد حتى كتابيا ناخذوا الأسئلة. تفضلوا تبدأ معنا مدام هيدي ليه مدام أميرة نحدوا قداش من سؤال باش تطرحوه خاطر عندك الحق الوقت بالحق مدام أميرة عندها معناها عدة ارتباطات أخرى نحدو مش حاجة كبيرة نحدو على الأقل
نقولوا خمسة أسئلة ديريكت وعلى الأقل زوز وثلاثة أسئلة كتابية مدام أميرة لا تسمح، خاطر الناس الكل تحسها تحب تتكلم وتحب تسأل وأكيد الأمور تغلي من داخل على تلامذتها وعلى إن شاء الله فرص أخرى. إحنا ماهيش مش إن شاء الله فرص أخرى، راهو الموضوع هذايا ما يكفيش حصة وحصص، وإحنا ميدانيا نعمل في الحصص وباقي نرجع ونقول الأسئلة ما تروح. واضح واضح. نبدأ إذا بالأسئلة على فكرة بعد في الخلال تاو نحط الفورمز باش تعمروا بيه تاخذوا بيه الشهادة الحضور، وفي نفس الوقت بالله طلب بواحد ووحيد اكتبوا الاسم واللقب باللغة الفرنسية واللي هي الإنجليزية على الحروف اللاتينية تسهلوا علينا المهمة متاع كتابة الشهادة. ومرحبا بكم. يلا مدام هيدي تفضل. هيدي ريحي. مساء النور للجميع، يعطيكم الصحة، محاضرة جيدة جدا. والله انا حبيت نسال، منذ بعض سنوات وقت ولات الليسي بيلوت ولي كوليج بيلوت يقبلوا كان التلامذه اكثر معدل من 15، ولات عندي اشكاليه في القسم. بالفعل عندي التلميذ يبدا مستوى 19 متفوق جدا، نحكي معدل عام 19 معناها في المعدل العام، وعندي التلميذ اللي يبدا عنده ثلاثه في نفس الفصل. بالفعل يعني توازن رهيب باش توجد بيناتهم، كيفية أنك تهبط المستوى 3 وتطلع المستوى 19 بار دو موين جينيرال، راهو نحكي معدل عام في نفس الفصل. وهذا خاصة من بداية حكاية توجيه البيلوت أقل من معدل 15، لا ولا يجاونا من حسن حظنا تلامذة ب 14 99 14 ونصف أنسيب سويت، ومن غادي بدا الإشكال. بالفعل يعني مشكلة كبيرة، كيفاش نوصلوا معناه نحدوا من الصعوبات التعلم لدى التلميذ الضعيف جدا والتلميذ اللي يفوق البقية ذكي جدا اللي تمتعنا يعني التلميذ المميز. وشكرا. مدام أميرة نجم نتفاعلوا؟ اي على خطر السؤال. مشكورة الأخ على السؤال، إذا لي تقري في المرحلة الإعدادية. حبيت نفهم السؤال بالضبط، هو انه الفوارق معناتها ما بين التلميذ يجيب 19 معدل والتلميذ اللي يجيب 3، اي نفس الصعوبات كيفيه معناها التوازن بين هذا الزوز، وموجوده بكيفيه كبيره. انا عندي بالنسبه للاعدادي موجوده كل قسم توجد نخبه معينه 7-8 والباقي تهبط الكل مستوى يعني ضعيف جدا، وتوجد هذه في مشكلة اللغات. أنا وصيت فرنسية بالأساس، يعني مشكلة بالحق، يعني مش بسهل أنك توصل التعاون الضعيف باش يوصل للمميز، وتخلي المميز ياخذ بيد التلميذ الضعيف باش يتواصلوا مع بعضهم يتعاونوا باش نقدموا احنا في البرنامج وفي الحصة. اللي فهمته أنه السؤال أكثر بيداغوجي أكثر منه نفسي، على خاطر مش ناخذوه نفسي، رابش ناخذوهم حالة بحالة. لك باش نحاول نجاوبك عموما. عموما ساعة أول شيء التلامذة اللي معادلاتهم ضعيفة، راهو ينجم يكون فيهم شكون اللي عنده من الصعوبات اللي كنت نحكي عليهم أنا، لكن إلا كاشي إلا بورتي لو ماسك، معناتها غطى ذاك الكل لسنوات. واحنا في النظام التربوي نتاعنا في تونس ما عنديش فكره برشا على الانظمه الاخرين، ما نحب نحكي اللي راوه ومتاكده انه اللي المربين اللي تويك يتبعوا في تونس يعرفوا الحكايه دي، انه في المرحله الابتدائيه برشا تلامذه يجيبوا المعدل ويتعدوا للكوليج بالمواد التنشئه الاجتماعيه والمواد الفنيه. صح. بعد نقاور واحنا قدام 12-13 أستاذ وما عادش فما المواد هذيك، ووقتها مش تولي يبرز المستوى الصحيح متاع التلميذ. دونك احنا عاوناه في لبس القناع في المرحلة الابتدائية، زدنا غطينا معناتها الصعوبات، وراهو وصعوبات التعلم راهو التفطن لها والتشخيص يصير معناتها أنجع انه يصير مبكرا عند آخر سنة ثانية أول السنة الثالثة، وحتى فما شكون قبل معناتها يبدأوا يتفطنوا لهم إذا كان فما أمراض معينة معناتها تنجر عليها صعوبات، يبدأ على بكري معناتها الأولياء يتفطنوا ويبدأوا في معناتها في التعاهد مع عملية التعاهد، وهذا يراو فيه معناتها. بالنسبة للي يجيبوا في 19 راهو
هنا معناتها هذوما كيما قلت انت النخبه هذوما التلامذه اللي جاوا على قد المطلوب. معناتها كيما نقولوا احنا القالب، معناتها القالب فما عندنا قالب حسب التقييمات اللي عندنا وحسب البرامج اللي عندنا، وهما جاوا جاهم معناتها القياس قد قد معناتها. دونك التلامذه هذوما ستاندر. علاش هذايا حبيت نشير للنقطه هذيا، وهذا قلت انا في اخر المداخله نتاعي، رانا قاعدين نعدوا في انسان في يعرف ياخذ قرارات ويعرف ياخذ نحبه، معناتها ماهوش مش 19 هي دليل النجاح. ياسر حلوه الفكره هذه، معناها تقول انت لو كان مثلا بدلوا الضوارب كهو، مثلا تولي التربيه التشكيليه ضارب 4، تولي تربيه مثلا والجغرافيا ولي ضارب 5، اكيد باش تبدل النتائج، مش يقعدوا نفس التلامذه هم الباهيين. معناها فكره القالب هذه تمس الوضع نتاع الدراسي على في العمق حسب ما تحكي. هذاك هو هذاك هو ما اكثرش من الفلاقي هذايا. والله هذوما وللحسن الحظ التلامذه بالفعل يبدعوا معناها في كل المواد. شفت تحطه في سبور لول، تحطه في الموسيقى لول، تحطه في المات لول، تحطه فرنسيه لول، تبارك الرحمن. يعني ان شاء الله ربي يبارك لهم وان شاء الله يتوجدوا بكثره في اقسامنا ان شاء الله. احنا هذيك نتمنيه شكرا بالحق ربي. يعني بجد تبارك الرحمن ان شاء الله ربي يسونهم ويوفقهم معناها بالفعل ربي. انا نحكي على حالات مميزه جدا. اي ان شاء الله ربي احنا نتمنيه ونفرحوا كي راهو التلامذه معناتها فعلى المستويات الكل معناتها يكونوا فايقين فاهمين، خاصة انه يكونوا واعين باللي هما يقوموا به. سيدة أميرة ناخذ سؤال آخر من عند ام سماح، مدام سماح س ا ال ام اي اش، ما نعرفش سماح سلماح جو سي با، لكن السؤال حسيته مهم. هل تفضل فصل التلاميذ خاصة ذوي صعوبات التعلم بصف خاص بهم ام تفضل دمجهم؟ يعني كلا يكونوا مع التلاميذ العاديين ما عندهمش صعوبات، والا يتلموا وحدهم في فصل وحدهم في قسم وحدهم. هذا اشكال مطروح وديما معناتها العباد الكل خاصه احنا المختصين هذا خبزنا اليومي الذي نعترضوه احنا بيدنا جراء وصعوبات نتلقاو فيهم. الاجدر انه يكونوا في الدمج ومقاربه حقوقيه، والتلميذ نداموا في سن السادسه دونك يدخل يقرا كيف وكي التلاميذ الاخرين، وذاك باش يعاونوا على الأصعدة على مستوى النمو الاجتماعي، على مستوى الوجداني، على مستوى الثقة في النفس، هذا الكل. لكن في ظروف معينة ما نجموش نحكيه على دمج وإحنا منش موفرين حد أدنى باش نضمنوا نجاح عملية الدمج. الإيديال معناتها الأمثل إنه يكون فما دمج التلاميذ وما فهمش اقصاء. انا تقول انت تعملوا مراكز مختصه، فهمت؟ كان في الحالات فريمون العميقه جدا تعبه للمعلم، يعني خير من انهم يتفصلوا وحدهم. تقول انت خير من انهم يفصل، لكن في بشروط انه تتوفر ظروف معينه. مثلا يكونوا فما مرافقين مربي مختص، يكون فما أخصائيين داخل المدرسة اللي هم معناتها يلاحظوا سلوكات التلميذ ويرافقوهم ويتبعوا التطور متاعهم عن قرب عن قرب، معناتها مش مختص على معناتها برشا مؤسسات عالمية ولا أكثر من مؤسسة تربوية. دونك يبدأ مختص داخل المؤسسة التربوية ويكون فما مربين مختصين اللي مؤهلين زادة، ويكون تكوين وتحسيس لفائدة المتفقدين والمعلمين والأساتذة، وهذا الكل زادة خاطر احنا نقوم بالدمج في المرحلة الابتدائية ينجم ينجح. لكن شكون ضامن لنا انه في الاعدادي مع 13 اختصاص انه باش ينجح عملية الدمج؟ والبيداغوجيا ماهيش كيف معناتها ما تلقاوش نفس التكوين. هذاك علاش معناتها يلزمنا فما حد أدنى من الظروف اللي يلزم تتوفر لتحقيق نجاح عملية الدمج التلاميذ. الأمثل دمجهم لكن بشروط. شكرا. سي فتحي حديد طلب الكلمة صوتا وصورة. بالصوت والصورة يحب يتكلم ويحب يسأل وأكيد عنده ما يقول. سي فتحي. والله شكرا مدام أميرة، يعيشك على الفرصة اللي أعطيتها لي، وحاجة ما ننساهالكمش المحاضرة راهي حلوة برشا ومش مجاملة. أنا سجلت صفحتين ونص على الكراس متاعي،
في نفس الوقت نحب نسأل المدام أميرة اللي هي مختصة، من يقوم بالتشخيص؟ يعني المختص أو المعلم أو المختص والمعلم معا؟ وربي يبارك لكم إن شاء الله. يعطيك صحة سي فتحي مدام أميرة. قلت أنا ما مساش نعاودها إنه التشخيص يقوم به، احنا فهم التشخيص على مستوى البيداغوجي هذاك تعرفوه المربين كل في الكفايات الأساسية، والتشخيص والدعم والعلاج ما راح نعرفوهم الكل، لكن التشخيص على مستوى اضطرابات التعلم راهو يقوم به الأخصائي النفساني بعد ما يقع تشخيصه على مستوى الصحي البدني، وقلنا بكر على مستوى الحواس، وتشخيص على مستوى النطق والحركة، وهذم الكل معناتها فما مسار كامل في التشخيص باش في آخره يقع ننطقه، معناتها أن نعلنه على نتيجة التشخيص اللي قمنا به. واضح. سؤال آخر من عند تحب تدخل بسمة محجوب عبد الله، تتفضل بسمة. عسلامة لله، مرحبا بك. مرحبا بك، تفضل. مصحة على الموضوع وشكرا دكتورة. بالله سؤالي يبدا صغير، يعني هو في كوليج يقرا، معناها نتاع 12 وقتاش معاه، يتحرك ياسر ويتكلم بطريقه بسرعه غريبه، معناها يتكلم ياسر بسرعه ويستعمل ياسر يديه، رغم انه تلميذ متميز، ما فهمتش يعني شنو هو، باش نجمو نشخصو التلميذ هذا. شكرا. مدام أميرة الصوت مش واضح ياسر. غرنوقي لا، المدام اللي كانت تتكلم توا تعاود السؤال نتاعها. مدام توا مدام بسمة محجوب عبد الله تعاود السؤال. مدام توا بسمة فيه ولا عاود علي الصوت اذا مش الصوت مش واضح. تكلم تكلم مدام بسمة، تفضل. بسمة فيه هيك مدام. اي اتكلم واحده واحده بشويه باش نجمو نفرزوا الكلمات اللي تقولها. شكرا. التلميذ يعني يبدا في الكوليج عمره 12 عام ويتحرك ياسر يتكلم بسرعه كبيره، كيفاش نجم نسمحوا التلميذ هذا؟ باهي. انت تحكي التلميذ وعندك اسمه يظهر لي. ايوه التلميذ معلم. ألوغ كو احنا تويكا مانيش قاعدين نعملوا في حصص راهو نتاع التشخيص. لا معناها التشخيص اللي خاطر تقرب عند قداش من تلميذ لحظه هذه موجوده. نحب نعرف يعني كيفاش تصنفوهم كيما تاع النفس. بيبي اسمعني. انا مانيش نعطيك تشخيص، لكن فما زوز فرضيات. ما نجمش انا باش نقول لك كلمه وانت كاو مش تتبناها وقال المختص. لا. فما زوز فرضيات. يا اما في ماضيه، انا معناتها اذا كان جاء هذا في الكونسلتاسيون، جاني معناتها في المكتب وقعدنا نحكيو وخذيت المعطيات الكافيه باش نقوم بالتشخيص، في ماضيه شنو كان سلوكه كيفاش كان؟ ينجم معناتها يكون معناتها مربوط بسلوكه في الماضي، فهمت؟ دونك هذا تشخيص على روحه. لكن الثاني، الجانب الثاني والفرضية الثانية هو أثناشن سنة لاش كريتيك، رانا في البخي أدوليسانس، دونك هنا رانا قاعدين نحضروا في شوية فوضى، شوية تفرعيس. التفرعيس معروف إنه في السنة ذاك مش تكون فما برشا اندفاع، مش تكون فما برشا تناقضات، مش تكون فما برشا عكسيات، معناتها باش يعكسك وتعكسوا، فهمت؟ معناتها هذاك النمو عادي. إذا كان هذا كل ماهوش موجود، راه فما حاجة مش عادية. إذا كان هو دكتور يعني من الابتدائي معلمين من زوز حاجات هذوما. شوف أنا جو بريفير يا مدام، خاطر تويكا أنت باش تبدا تجر فيا بشوية باش نعمل تشخيص أنا، أما أنا تويكا مادامني ما بديتش ما نعرفوش، دونك ما نجمش نعطيك كلمه معناتها صحيحه، معناتها كلمه اخيره، معناتها شنو هو الحاله. لكن انا قلت لك فما زوز فرضيات، وانت باش تفهم اكثر وتمشي الاقرب، ما تنجم
إذا كان معناتها فريمون ترى الحالة معناتها مشكلة خطر لي هو ولا ليكم أنتوما، دونك تنجم تمشي تباشروا معناتها عند مختص معناتها. مدام سميحة عبد الليوي، يعطيك الصحة مدام بسمة. مدام سميحة عبد الليوي كنت تتفضل مداخلتك. أميرة يعطيك الصحة. نعم الحمد لله. ثم تقطع صوتي مدام أميرة يمكن فقت به. ما ثم كالصمت هذيك نقول سيء. نتكلم ونرتاح راني. فوتخ ريتم تفضل. اي مدام راهو قلت لك الفرضيتين هذوما وانت حسب الحاله اللي تعرفها احسبها كانوا من قبل، معناتها راهي حاله فينجم يكون فما اضطراب في السلوك إذا كانها من فترة الابتدائي من اللي عمره 7 سنين 8 سنين موجودة ذا اللي هذاك علاش دونك تولي تمشي تتوجه المختص. إذا كانها جديدة خلي وكها هذاش نقولك، إذا كان حادثة حدوث تويكا راهو قاعدين نحضروا في تفرعيساتنا، فما دي كاركتيرستيك سيكسيوال سيكوندير بدات تظهر، صوت الشعر هذاك الكل بدا يظهر، وتوا باش نبداو نحضروا في قاعد يكبر قاعد يحضر قاعد راجل قاعد يحضر على مهل، ساعات تجي شويه اندفاعيه، ساعات تجي انه باش يدخل معك في خلافات عادي جدا، وان شاء الله نكونوا فدناك. شكرا لك صحة مصابك موجودة في كل مؤسسة دوية والله. شكرا مدام أميرة ومدام اللي كنت تتكلم، علاش ما نعملوش اي تدك ناخذ الحكايات نتاع سختا إلاف إكس معناها ونحكيو عليه، والولي موجود والمختصة موجودة إي تي دوكا هكا سبيسيال للروافد، وتكون معانا مدام أميرة إذا كان ما عندكش مانع. زميلتنا سامح عبد اللاوي، سامح عبد اللاوي. عايشك يعطيك الصحة أميرة، عايشة أختي. بالنسبة أنا حبيت نسأل الدكتورة تنصحها، معناها محاضرتها كانت رائعة و استفدت منها أنا شخصيا، على خاطر أنا من الأولياء اللي عندي وليت معنا عنده سلوك بتاع عينات، وعمل يعني عمل مشاكل مع المدرسة نتاعه وكل ده. أنا كنت كم صوتك يتقطع يا سماح، وتبدا كنت تتكلم بعد شوية فمك على الميكرو. سماح مانيش نسمع فيك. الو تسمع فيا بابا؟ اي توا سي بون، بعد شوي صوتك على الميكرو. اي وي كونيكسيون بون. انا ديما نقول توا يكبر العقل بون، معناها حاولت زيتو للبسيكولوج قبل، والبسيكولوج التشخيص نتاعو كان انه عادي يكون في عمره انه يتصرف بالطريقه هذه، معناها انه يكون يعاند وانه ما يقبلش معناها الامر من عند المعلم نتاعو، انه ما حتى في الدار معناها. فقط سؤالي للدكتوره انه انا كيفاش نجم توا نتعهد، يعني كيفاش نطلب تعهد، ولا كيفاش نجم نتعهد بحالة ولدي، يعني كيفاش نجم نحاول اني يعني نصلح الكامتو، حتى ما فهمت ان سلوك هذا ياسر معناها سلوك خطر بالنسبه للصغير، وينجم معناها ياثر عليه في مستقبله القادم. يعني يعطيك الصحه دكتور. مدام سؤال لاني ولدك اش عمره تاو؟ تاو عمره 6 سنين ونص. قد ايه؟ 6 سنين ونص عمره، 6 سنين ونص. وانت البسيكولوج قاش عمره؟ وقت اللي جيت البسيكولوج عمره 5 سنين، ما يقرا تحضيري معناها. هزيته معناتها حصه واحده، حتى عمل مشاكل برشا في الروضه نتاعو وكل، طلبوا انه معناها وي مدام مانيش باش نقوم بالتشخيص توا، لكن لا فقط تنصحني مش تشخيص، معناها تنصحني شنو نعمل جوست. ما هو مش نحاول نعاونك، نجم شنو تنجم تعمل؟ عمل سنة تحضيرية دونك عاملين
عملت سنة تحضيرية وعودها الحقيقة أنا إيه عملت سنة تحضيرية وعودها سنة خاطر ما نجمش ندخله بما أنه السلوك هذاك ما أثر عليه معناها دراسيا فهمت وليت عودت له أنا سنة تحضيرية معناها سنة هو يدخل سنة أولى إن شاء الله بقوة ربي أنا بتشجع كان مداخلة بسيطة على ممكن مداخلة بسيطة عفوا تكمل الأميرة تجاوب ومن بعد الأخت من الدولة العربية شكوكة تتدخل لحظات برك أنت ترى معناتها السلوك متاعو بشكل صعوبة في التواصل أنت وياه وأنت في العائلة معناتها بصفة عامة بخلاف المعرفة أنا من رأيي تعاود تهزوا المختص بدل معناتها زيد امشي ماهوش ما تمشيش بسيكياتر هو تشوف سيكياتر هكا لا لا تمشيش بدو بسيكياتر هزوا ام سيكولوك فهمت هزوا ام سيكولوك خاطر فما وهاني قلت لك اذا كان انت حسب اللي انت فيه واللي تعيش فيه انه الصعوبه هذه اثرت على مستوى التواصل بيناتكم وانه معناتها ولا الجو متشنج معناتها ولا فما ما عادش نجموا تتواصلوا كوم يفو على خاطر في الحاله هذه يولي ايفو ميو شكون باش يكون الفيصل بيناتكم معناتها وباش يحاول يرجع كل حاجه في بلاصتها فهمت يرجع صغير وخاصة معناتها في الحالات كيف ما هكا باش ترجعوا للمختص أخصائي نفساني وترجع أنت وبوه مع بعضكم والصغير الطفل معناتها ماكش وحدك مش تمشي ولا الطفل أنت والطفل وحدك فهمتك مدام بون هو راهو عملنا ديسيونس راهو احنا لي تروا فهمت عملنا يعني تشخيص البسيكولوج كان انه ما فماش حاجه معناها راها فقط انا نشوف انه بالحق يعني البسيكولوج معناها يشوف ان العلاقه عاديه معناها مشيت مع ابوه وكل اما 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 هو يعني انا حسب ما فهمت من المحاضره نتاعك بالحق معناها انا فهمت انه السلوك هذايا معناها ماهوش باش يقف سلوك العناد وسلوك انه يرفض اي حاجه تطلب منه معناها مش عادي يعني هو البسيكولوج اللي وصل لي المعلومة هي عادية لكن حسب فهمت أنا من المحاضرة متاعك مدام إن هذه مش عادية معناها يلزمني تعهد يلزمني حل معناها لا أنا ما قلت لكش مش عادية أنا ما نعرفش الطفل شنو الوضعية بالضبط ما قلت لكش مش عادية اللي ماهوش اللي يلزمك تفهمه إنه راهو يتحسن اللي ما اللي حكيت عليه أنا من الأول اللي معناتها يقعد بيرمانون نحكي على اضطرابات التعلم راه مانيش نحكي على السلوك فهمت هو السلوك هنا فما ديناميكية معناتها في العلاقات في التواصل بيناتكم هذه لازم تعاود تنظم هكا فهمت ويمكن أنه يتحسن معناتها مش يمكن باش يتحسن قلت ربي لكن يلزم ان تاخو انت اون بتيت ديستانس وتعرف تقيم بالضبط سلوك ولدك خاطر احنا مازال ماهوش في مدرسه وتو عندهم اشهر معناتها في الدار دونك اكيد سلوك اخر باش نلقاو من بعد المدرسه ينجم يكون يهدأ كيما ينجم يكون لا العكس هذا كل ما نعرفوش مش يكون انت تو في الدار مش تاخو اون بتيت ديستانس اغزر العين اغزر ولدك بعين مش عين امه حاول تغزر شنو اللي صاير بالضبط خليك باكثر عقلانيه باش تحل الوضعيه اللي انت فيها مش بخوف مش بقلق بتوتر على مستقبل صغيرك وزعما كيفاش باش يولي وزعما باش ينجم يقرا وزعما باش ينجم نحي عليك الاسئله هذوما الكل وحاول باكثر هدوء باكثر عقلانيه من غير توتر تغزر لولدك بعين نتاع واحد من برا باش تعرف انت اش مش تعمل خاطر انا ما ديتوش ابا هذايا ما فيها بس انت تبدل تمشي لاخصائي واحد اخر اخصائي نفساني واسال انت ما نعرفش انت في انهي زون في انهي ولايه دونك بقدة ربي معناتها كل شيء يشد بلاصتو معناتها يسفي نفهموا الادوار ونفهموا كل واحد وين حدوده فقط ويتعدل سلوك يعطيك الصحه دكتور ميرسي عايش ميرسي عايش عندنا زميلة بلهي من المشرق من فلسطين طلبت الكلمة برشا مرات مرحبا مع زميلتنا
مرحبا. الو. الو نسمع فيكم. ايوه معك معك انا اسمها سالمي من نابلس. بس لي مداخله الله يساعدك. الحوار جدا شيق. الحوار كثير شيق. الموضوع مهم كثير انه خصوصا المرحله. الصوت مسموع؟ عفوا الصوت مسموع. الصوت مسموع. عرفنا بنفسك ومن من مين؟ من انا مدرسه تفضل. إيه مها سالمية من مدرسة من مدارس وكالة الغوث في نابلس. أنا بدرس في مدرسة ذكور من سنتين وخبرة 25 سنة في مدرسة إناث في مخيمات اللاجئين. بلاحظ إنه صعوبات التعلم عنا بشكل كبير. يعني تقدر تحكي إنه الصف عندي 45 طالبة في عندك 15 صعوبات تعلم. لهيك لما وجهت سؤال فصل الطلاب ذوي صعوبات التعلم عن الطلاب العاديين، أنت حكيتي إنه ضمن شروط، لكن هاي الشروط عادة غير موجودة أو غير متاحة تحقيقها في هذه المدارس. لهيك إحنا في وكالة الغوث بالذات بنحدد صعوبات التعلم ضمن أخصائيين نفسيين أو سلوكات أو ضمن خطط أو بيخضعوا الطلاب عندنا لفحوصات. والأخصائي أخصائي صعوبات التعلم هو اللي بحدد نوع الصعوبة وكيف طريقة التعامل معها. الآن اللي أنا حابة إني أحكي أو أنوه إله إنه الطالب اللي بيعاني من بعض صعوبات التعلم القليلة أو اللي ممكن علاجها، هذه بفضل إنه يتم دمج الطالب مع الطلاب العاديين. لكن اللي صعب جداً إنه هذا الطالب يمشي مع طلاب جيله، ما بحبب إنه يكون مدموج مع الطلاب لأنه راح يضل متأخر وراح يأثر على الصف على مستواه. لهيك أنا كان سؤالي موجه إنه ليش العالم ما يهتم بإنشاء مدارس في كل مدرسة يكون في صف أو صفين لهدول الصعوبة، لهدول الطلاب اللي عندهم هاي الصعوبات. لو يكون هاي نهضة عالمية مستقبلية في كل مدرسة يكون فيها تشعيب لصف من ذوي صعوبات التعلم، لحتى نقدر إن نمكن المعلم من تقوية الطلاب العاديين ومعالجة الطلاب ذوي صعوبات التعلم، وبالتالي بنقل منها، بنقل وبنحد من وجودها في المجتمع. وشكرا لكم، شكرا لإتاحتكم إلي المجال لهذا السؤال وهذه طرح هاي القضية المهمة اللي فعلا أنا كثير مستاءة من هالوضع اللي إحنا بنعاني منه، خصوصا بعد جائحة الكورونا راح يزيد عنا صعوبات التعلم والتأخر الدراسي. هذيك يسمها حصة وحدها الطفل ما بعد جائحة كورونا. يعطيك الصحة أستاذة مها من فلسطين. مدام أميرة يعطيها الصحة على طرح السؤال والموضوع متاع الدمج، لكن يبقى أنا حكيت اليوم موضوعنا على صعوبات واضطرابات التعلم. موضوع الدمج راه فما مداخلة سؤال هو اللي طرح موضوع دمج التلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية، اللي هو ماهوش بالذات موضوعنا اليوم متاع. أنا بعرف أنا، لكن هو موضوع مداخل صعوبات التعلم. احنا كنا نحكيو على التعلم. انت كيفاش مش تعرف تلميذ عنده صعوبات التعلم والا اضطرابات التعلم وهو مازال ما درسش، باش تعمل له فصل خاص وفصل مش فهمت للعام اللي بعده. مدام اميره يبدا ديجا في الدوسي نتاعو في الملف نتاعو. اي مثلا هو تشخيص، هو عندنا تجربه رائعه. احنا تو في تونس فما مدرسه خاصه للتلاميذ المتعثرين، مش للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخصوصيه بالمعنى ذوي الاعاقه، لا، للتلاميذ اللي ما تقبل التلاميذ من السنه الاولى ولا من التحضيري، تقبل بعد ما يكون فشل في المدارس العاديه، ما زاول دراسه على الاقل شيء عامين معناتها في مدرسه عاديه. اذا كان قاتل صعوبات مستمره اللي عند التلاميذ هذوما، يقع تعهد بهم هي مدرسه خاصه مش حكوميه، هي مدرسه خاصه معناتها الولي يدفع فلوس، لكن تتعهد بالتلامذه بوجود مختلف الاختصاصات
مختصين موجودين، نطق، علم النفس العصبي، علم النفس النمو والتربية، النفس الحركي، الاختصاصات الكل موجودة فيها، ويقع التعهد بالتلاميذ هذوما. وبعد إذا كان حقه نجاح وتحسن مردودهم، يقع إعادة دمجهم في المدارس العادية. حتى أنه في تونس في 2002 مع برنامج دمج التلاميذ ذوي احتياجات خصوصية، وقع بعض مدرسة تربية مختصة، فصول مختصة داخل مدرسة عادية. كانت أول تجربة نموذجية في تونس العاصمة. وبعد تم بعث مدارس أخرى، فصول خاصة بالتلاميذ ذوي احتياجات خصوصية داخل مدارس حكومية في جهات داخل الجمهورية. كانت تجربة رائعة جدا، أنا عشت فيها تجربة التشخيص الأول للتلاميذ، لقبول التلاميذ ذوي احتياجات خصوصية اللي مش يدرسوا فيها حسب معايير معينة. وكانت تجربة حسب رأيي وحسب معناتها ما بشرته مع الفريق، وهو تأطير من أساتذة جامعيين هما اللي درسونا في الجامعة قبل، كانت ناجحة لأنه وقع غلق هذه الفصول. كان التلميذ يمر بدمج جزئي ثم دمج كامل عبر مراحل، وبتعهد من مختصين المربين. مساء كل يوم أربعة يتلقون تكوين من أساتذة جامعيين في علم اختصاص علم النفس، وكانوا معناتها يتكونوا كل أسبوع، ما تحس في الأسبوع كانت هناك استمرارية، معناتها فما دوام، معناتها فما irregularity اللي كان معناتها جعلت نوع من وفرت ظروف لنجاح هذه التجربة إلى أن يصل بالتلميذ للدمج الكامل داخل فصل عادي. لكن للأسف المدارس الفصول هذه وقع إزاحتها، معناتها وقع الاستغناء عنها، في حين أنها كانت ناجحة كتجربة على غالب معناتها. الدمج بصفة عامة راهو باش يكون إذا كان نعرفوا نتعاملوا معاه، خاطر دمج إذا كان يكون ما نشوعين بأهميته راهو كينا نعملوا في معناتها مضيعة للوقت، سواء للطفل ومضيعة لأنه يتعلم فرصة أنه يتعلم حاجات أخرى ما هيش فك القالب اللي حكينا عليه منذ حين. كنا معناتها إذا كان معناتها ما توفرش ظروف معينة وظروف معناتها وإحاطة واستمرارية معناتها وهذا الكل، والتقييم خاصة تقييم للعمل، ما هوش تقييم كان تلميذ، تقييم للمتدخلين الكل، أثر العمل متاعهم وتدخل متاعهم، راهو تكون عملية فاشلة إذا كان ممكن نقوله حتى. انتكاسة للطفل، مش هيحدث انتكاسة للطفل، ويفقد الثقة بذاته، وإنه إذا كان عنده قابلية للتعلم 5% حتصفي سالب 5%. المهم انه نكونوا واعيين باهميه الدمج الكل الاطراف الكل، لانه مش المختص فاهم ايجابيه انه معناتها الجانب معناتها الايجابيه معناتها الجانب الايجابي من انه ندمج التلاميذ، والمربي مو فاهم، والا الولي ماهوش فاهم. معناتها انا عشتهم معناتها بعض التجارب اللي شفت معناتها انه عملية الدمج رجعت بالعكس على التلميذ، في حين انه في تجارب اخرى كانت ناجحه. مثلا مشكوره دكتوره، مشكوره دكتوره، صحه. مداخله صوت صوره زاده غرنوقي، مدام تفضل بكري تطلب الكلمه. على السلامه، اهلا بك، تفضل. شكون معنا؟ يعطيكم الصحه. على أنا جيبة الغرنوقي، ولاية سليانة، مدرسة 2 مارس برويس. مرحبا. مرحبا يا مدام. ميرسي عايشة. نحكو على إدماج، مش إدماج ذوي الاحتياجات، نحن نحكو على صعوبات التعلم. صعوبات التعلم الحقيقة في تونس عنا فيها برشا مشاكل، تبدأ من المربي، على خاطر المربي ما هوش مختص نفسي ولا مختص اجتماعي باش ينجم يعرف معناتها شنو صعوبات التعلم. ساعات المربي يكون هو السبب في المشكل،
خاطر يكون عنده تلميذ من نوع ذاك وتكون عنده قدرات نجم تكون معناتها فائقة وكل، والمربي هو اللي معناتها عن غير وعي عن غير قصد يهمش الصغيرة ذاك وينجم يدخله معناتها في متاهات وحدوثين يأزم عنده يعمق عنده المشكلة. هذا راجع لبرشا أسباب. من المفروض إنها وزارة التربية كانت تنجم تعمل لقاءات شهرية ولا للمربين في كامل تراب الجمهورية على الأقل تعمل لقاءات توعي المربي باش هو ينجم يتعامل مع النوعية هذه من الصعوبات. مثلا نحن في ولاية سليانة عندنا معد نفسي وحيد لكامل الولاية دون مانير إنك حتى كي تحب معناتها تستدعاه باش يحضر معاك ولا باش يعاونك شوية على الصعوبات ما ينجمش مسكين، معناتها ما ينجمش يغطي ولاية كاملة. هذا رقم واحد. رقم اثنين إنك أنت ساعات تلقى نوعين متاع أولياء، نوع متاع الولي اللي يهول تقول له راه ولدك معناتها تحب تسأله عليه يتحرك برشا في الدار هكا ولا لا، يتقلق ما يحبكش تدخل معناتها يحس بشأن شخصي ويقول لك لا ولدي مش مريض معناتها كريمو معناتها يقول لك راهو ما تحب معناتها ترد بولدي مريض وهو لابس عليه. وتلقى انه على الاخر وهذا ما تنجمش انت كمربي تستدعى له معد نفسك، الولي رافض تماما انك تدخل معناتها يحسك كيانك مش تدخل ولده في خانه المعاقين ولا وتعرضت لها برشا مرات. وثم الولي الاخر اللي تقول له معناتها ولدك راهو ذكي يقول لك ليه راهو قلقني ويتحرك برشا وراهو ايبراكتيف لكن راهو ذكي معناتها يلزمنا نعالجوها بشوي بشوي. وهذاك علاش معناتها المشكله متفاقمه وتتسبب برشا في تراجع النتائج المدرسيه سيرتو مع الصغار متاع تو مع الانترنت مع اللي نعيشوا فيه الكل نلقوا برشا مشاكل. اول حاجه مدام نحبوا توضيح كي نحكيوا على صعوبات التعلم راهو هنا التدخل يكون بالاساس والمتدخل الوحيد هو المربي. رغم التلامذة الكل كما قلت من الأول رغم التلامذة الكل يواجهوا صعوبات، فماش تلميذ جاي يقرأ كلهم يواجهوا صعوبات، فماش معناتها فماش واحد تخلقته ولا يعرف يقرأ ويحسب ويكتب كما قلت بكري التلميذ كما الطفل يحبو يتيح يقوم يركب على البسكليت مرة يتجرح مرة يتيح هكا مرة يقوم، هذاك هو التعلم، هذه هي عملية التعلم. لكن الصعوبات هذه دونك شكون اللي يدخل؟ احنا يا اخي التلامذة كل قاعدين نشوفوا فيهم وهم عندهم صعوبات، ماهمش كلهم قاعدين المختصين يشوفوا فيهم ولا الطب ولا المختصين بانواعهم الكل، لا المعلم هو دوره انه يتلهى بصعوبات التعلم، وذاك علاش فما التشخيص والدعم والعلاج ولا ريميدياسيون في القسم ما يراها حتى حد المعلم اللي يقوم به. إذا كان ولات الصعوبات اتمادات ولات البرسيس دون لو طون وراهو التلميذ مثلا عنده اضطرابات من قبل ولا عنده مرض مزمن ولا عنده أمراض ولا قبل خدم ولا عنده ضيق التنفس وهذا من الكل راه مش يرجع على نفسيته ومش يكون فما ياما مش تكون صعوبات متلازمة مع أسوسي أدوتر ديفيكولتي ولا ديفيسيت ولا تروب، وإلا باش نحكيو على اضطرابات واللي هي يقوم بتشخيصها المعلم يهز يديه المربي يقول أنا اللي عندي عملته توا يجاو معايا. شكون باش يجي معاه؟ هما المختص بالنسبة لنا احنا تو في تونس يوجه للمختص ولا يكلم الولي يشير للولي مباشرة وإلا للمدير متاع المدرسة يقول له راهو التلميذ هذا راني قد ما عملت معاه راهو ما عطاتش نتيجة، جربت كل شيء ما عطاتش نتيجة، شوف مع الولي متاعو يما يهزوا للطبيب ولا المختص ولا معناتها ها فما مختصين وبعثوهم. دونك احنا وقت يجينا التلميذ واحنا وقت نوليو نطلبوا لي ديفيرون بيلون نحكي لكم عليهم ميديكال و اورتوفونيك والكل فهمت نكونوا له دوسي ما هو دوسي باش في الاخر نقولوا التلميذ هذا عنده اضطرابات اللي هي صعوبات مزمنه اللي ماهيش مجتبره لكن لازمنا نتعرفوا كيفاش نتعاملوا معاها. باهي واضح مدام سمحني سيدتي نعطيك اكزامبل
مدام الوقت راهو يزربنا وعندنا زميلتنا حتى الدكتور. اكزومبل فيت في انا عندي ولدي كان عنده نوع من الصرع ياخذ في الدواء حتى للخمسه سنين، في الخمسه سنين قصيتو عليه الدواء خلف له لونتيتي ولا بطيء في الكتابه. هزيت وعملت له تشخيص، والتشخيص هذاك بعثني للارتوفونيست، عملت له معناتها حصص عند ارتوفونيست، لكن وقت دخل المدرسه المعلم شنو يقول لي؟ ولدك بخيل. نقول له راهو مش بخيل، راهو هذاك راجع للدواء اللي خذاه اكسترا. ثم مربي بحكم ضغط الوقت وضغط انا معناتها ما نلومش عليه اونفان، انا مربي معناتها نعرف في الضغط والكل، ما عندوش وقت باش يعطيه لي هو معناتها سوفيزامون لارج دو طون، خاطر عنده تلميذ واحد اخر ديسليكسيك، عنده تلميذ واحد افيك لو طون ولدي ولا ديسليكسيك، يكره الكتابه ما يكتبش وتفاقمت عنده المشكله. تو يقرا نوفيام ما يكتبش، إلي تري انتليجون، يجيب في ساينس دو موين، مي كرارس وتلقاهم انا مسميهم له في الفارما، معناتها تلقاها بلاصه معبيه بلاصه فالغه، معناتها هو وكيفو، ساعات يكتب ساعات ما يكتبش هو. واضف الى انه نحن معناتها كي نقول لك في ولايه سليانه انا كي هزيت الاورتوفونيست نهز فيه الكيف، خاطر ما عنديش مثلا في سليانه عبء ثقيل برشا، مع انا نخدم وبوه يخدم، عبء ثقيل اني نهزو انه لو دو سيونس بار سومين نعمل له لي سيونس هذوك، معناتها ساعات الولي ما تنجمش تلوم عليه، تلقى عندك تروز اول حاجه المعلم ما يعرفش يشخص، خاصه نحكوا في البريمير في ايتيود دو كار توا هذاك علاش تعرف مدام اميره اسكو تنجم تعاونك في الحاله هذه والا لا؟ مدام انا تو فوت ساعه راني الوقت باهي. يعطيك الصحه مدام نجيبه، بالله نحب اخر سؤال كتابي هو ونحب نعديه بالحق خاطر نحسه فتح افاق. سي جمال يقول لك ما هو دور فريق متعدد الاختصاص والمربي والولي اللي حكينا عليه. يزيد يحب يسالك سؤال اخر مهم على الاخر، هو يقول ما هو دور البحوث والدراسات وتصوراتك الشخصية في التقدم وتجويد عملية التعهد بذوي صعوبات واضطرابات التعلم على مستوى وزارة التربية وما يتطلبه الواقع؟ سيدة أميرة جميل قلوا يجي نقضوا على طاولة ونفرتوا البحوث والدراسات الأولية. لازم نعدي سؤال هذا على خطر هو سؤال يعني بروفيسيونيل بيغمان بروفيسيونيل، ودور البحوث والدراسات العلمية هو يسأل فيه السؤال هذا. شنو تنجم تقول له في تطوير وتجويد عملية التربية والتعليم وتجاوز مشاكل التعليم؟ قلت حسيت سؤال ميموار هذا. يا مدام لا فيه برشا كلام صعيب، ما راهو حتى نفركوه بشوي بشوي. بصح أول حاجة المدام اللي كانت تتكلم قلها راهو خلينا نتفاهموا في المفاهيم. راهو أنت تويك قلت لي ولدي كان إبيليبتيك وخذا الدواء وخمس سنين وفاه معناتها ما عادش ياخذ الدواء، لكن ولات فما إين لونتور ولا بطيء. البطء راهو المعلم ما تمشي يقول لك بخيل، ما عندوش اللي معناتها ما عندوش القدرة في إنه باش يشخص ويقول لك راهو على خاطر الدواء وعلى خاطر ما يجيش لباله معناتها، وأصلا ماهوش مؤهل باش يقوم بالتشخيص هذا. بالنسبة لي بخل وتولي كركر، هذه هي الكلمة نقولها احنا في تونس. لكن انا نقول يا إله إلا الله محمد رسول الله، تمشي يزم تلميذ نثبته في الملف متاعه. شكون كي نقول نثبته شنو معناتها؟ مش تتصل بالأخصائي النفساني يعني في المندوبية التربية ويثبت في الملف نتاع التلميذ، وإذا كان البطء ناتج عن الدواء اللي خذاه ولا ناتج عن المرض اللي كان يعاني منه الطفل، دونك ينجم يمتع بإجراءات استثنائية هي إضافة الوقت وكهو سهل على الآخر الحكاية. الحاجة الثانية على مستوى المفهوم، مادام تقولي راهو كتبته ولا ديسلكسي، عنده ديسلكسي وكتبته مفرعصة وما يحبش يكتب، خاطر لون راه ديسلكسي ماهيش الكتيبه، راه ديسلكسي على مستوى القراءه الكل معناتها لونغاج يكري، انه يقرا انه الى غيفا ديشيفري الرسم الحرف هذايا عنده الصوت هذا، هو يلقى صعوبه في انه مش يقراه مسترسل، ينجم يكون يعرف الحروف الكل ام باش يقرا مسترسل، ينجم يقلب الحروف، ينجم ينسى حرف، ينجم يصف سطر كامل، ينجم يصف فقرة كاملة معناتها من النص، وهذا كل باش يبدل المعنى وباش يشكل له صعوبة، وهذا ماهوش كان في القراءة معناتها مش يأثر له حتى على مستوى المواد الأخرى، باش يولي يقرا التعليمة وحده.
إذا كان غير قادر على القراءة. دونك ماهوش خاطر الكتابة ولا خاطر البطء القراءة تمسط، راه ماهيش ديسلكسي. معناتها حبيت نقول لك راه ماهيش اللي تحكي فيه ماهيش لا ديسلكسي. باهي شنو اللي الاخر حبيت نقوله بالنسبة لموضوع الطفل هذا؟ دونك تمشي تشوف مع البسيكولوج نتاع الجهة، أخصائي في علم النفس في مندوبية جهوية للتربية، وإن شاء الله ربي معاه ومعك أنت. يعطيك الصحة مدام أميرة، إن شاء الله تبقى تسمع فينا. إذا سي جمال يعرف سي جمال، يعني أنا عملت 13 سنة في مركز بحوث ودراسات هو طرح برشا أسئلة، أهمها ما هي تصوراتك يا تصوراتي وتحب لك كتابة وتحب لها تصوراتي الشخصية. جاوب حتى يقولوا ما هي تصوراتي الشخصية في التقدم وتجويد عملية التعهد بذوي صعوبات واضطرابات التعلم في مستوى الوزارة وما يتطلبه الواقع. ويشكرك سيدة مشكور جميل. باش نوضح، راهو البحث عمره ما يقف. انت احنا مركز البحوث مالوغوزمون تسكر في 2016 2017، لكن البحث عمره بيقف. بما اني انا تويكا معناتها نقري معناتها ماجستير علم النفس النمو والتربيه، الطلبه ديما نحثهم في انهم يمشيوا في الاتجاه نتاع اقلمه ادوات التشخيص، وقاعده كل مره المذكرات التخرج نتاعهم نحاول اني نوجههم في الاتجاه اللي يعاوننا ميدانيا، باني انا معناتها زاد ما بين البحث والميدان ما بين الزوز، معناتها نخدم منه ومن نعمل في المجالين هما يغذيوا بعضهم. البحوث ما نعرفش انا توا وزاره التربيه بعد ما تسكر مركز البحوث وين وصلت طريقة في الدراسات، ما عنديش فكرة. والكلنا نعرف الواقع طبعا في التربية في تونس شنو، ما لما ندخل في حكاية أخرى. لكن شخصيا نحث وأنا بيدي نقوم بالبحوث وإعداد حتى أنك تعد دروس معناتها للطلبة في مرحلة الماجستير، معناتها باش نقوم معناتها بدروس اليوم ماهوش سهل، معناتها هو بيدو معناتها لازم تلقى برشا دراسات وبرشا بحوث باش تنجم تعد حصة درس بالنسبة للمستوى هذا التعليمي. إلى جانب أني معناتها ديما قلت لكم نحث المذكرات الختم المرحلة متاعهم ماجستير أنهم يقوموا ببحوث في المجال هذايا، خاصة أقلمة ومواكبة التطورات، على خاطر أدوات من الثمانينات ومن التسعينات ما نجموش نستعملوهم في 2020. يلزم ديما احنا نكونوا نواكبوا التلميذ. إذا كان أنا مثلا ما بين الأسئلة في بعض الروائز لقيتها واستعملت الرأز هذايا يقول ساعي البريد، شو هو ساعي البريد؟ التلميذ تويكا في سن 7 و8 سنين عمره ما راه ساعي البريد، يعرف الميسنجر، يعرف الزيميل، ويعرف دونك واتساب، معناتها نحكيو في منطق آخر. دونك أنا كي نجي نعطيه باش نعمل كوتاسيون في التيست هذا شو نعمل؟ نعطيه صفر؟ ماهوش علاش يلزمنا توا احنا بيدنا معناتها في البحوث نحاولوا ديما انه نحدثوا معناتها تحديث الادوات واقلمتها ومواكبه الوقت اللي احنا فيه. حتى معناتها مام فما موديول كامل معناتها بخي بروفيسيوناليزاسيون، خاطر اخر مرحلة الماجستير ما بين الحاجات اللي اقترحتهم وقاعده نقاري فيهم هي كيفاش تهيئتهم للميدان، معناتها بعد باش يخرج يخدم. مالوغوزمون قبل في علم النفس كانوا يقراوا نهار اللي يتخرجوا ما يعرفوش غدوة اش باش نعمل، انا ما نعرفش حتى كيفاش نستعمل ادوات وكيفاش خلقنا موديول انه باش الطالب يكون قريب من الميدان، نغذيه بالحال دراسة حالات من الميدان، من الميدان، من الواقع التونسي، مادسة تونسية، تلميذ تونسي، الوليد التونسي، كيفاش يتصرف بالوضعيات هذه متاع الصعوبات والاضطرابات، باش على القليل الإجابة تكون تاع المختص، ماهوش من ديز أرتيكل وكتب قراهم قبل، وإلا قراهم في الغرب وإلا في الشرق متاع تجارب بلدان أخرى.
هذا هو كيفاش النجم مفيد من خلال البحوث والدراسات حاليا. هذا ايش النجم نقول به مدام اميره. نظهر لي الاسئله استوفيناها، ونشكرك مره اخرى على حضورك وعلى رحابه صدرك. نعرف الموضوع شائك وصعيب وبرشا عباد ما تفهموش، ولكن هنا نحاولوا ننوروهم بطريقه او باخرى باللقاءات هذه اللي نعملوها في الروافد، وان شاء الله تكون عندنا لقاءات اخرى معمقه اكثر. وهنا حسينا دخلنا في التعريفات وفي كلمه دخل، ان شاء الله المره الجايه ندخلوا في امور ما اعمق. ويعطيك الصحه مره اخرى مدام اميره العروي. يعطيكم الصحة أنتم التنظيم، وشكرا للي سمعونا الكل اللي حضروا. إن شاء الله يكونوا فدناهم، تكون فدتهم، إن شاء الله يكونوا جاوا بأسئلة وروحوا بأسئلة. ما نحبش أنا واحد يروح من غير أسئلة. أكيد. ويعطيكم الصحة أميرة، أخصائية أولى في علم النفس اختصاص النمو والتربية. بارك الله فيك. نعدي كلمة زميلتي وهيبة، تستنى من بكري. مدام وهيبة. ألو، أهلا. تفضل يا وهيبة. أنا معناها تمتعت برشا بالمحاضرة، ومدام أميرة ما خيبتنيش بكل، نعرفك علاش أنا عملت عليها، ورغم اللي هي قالت البارح 25 دقيقة. أي نشكرك برشا والله. نشكرك برشا. أنا راني نتعامل معاها شخصيا في المدرسة اللي نخدم فيها. عندها بالها طويل برشا، مش راهو في وجهها. تتبع الحالة بالحالة، تجي للمدرسة يعني وقتها كل، وعملت لنا قداش من محاضرة، علاش أنا عملت عليها برشا باش تفيدكم. نشكرها مرة أخرى، وعملت معناها، وتعرف أميرة قداش جرينا باش نجمنا عملنا المحاضرة دي، لكن هي مش باش تبخل علينا مرة أخرى، نعرفها. ونعاود نقول ونشكرك. في اخر الحصه احنا ما حبيناهاش الحصه كما قلت انت توفى بدون معناها، كما نقولوا احنا ما نروحوش بلاش، لازم عندنا اسئله اخرين، هكا علاش باش يكون موجود فما كاهوت على الحصه هذه. بعض الاسئله ان باش نحطها على الصفحه الرسميه نتاع مجموعه روافد، وننتظر في الاجابات. يعني تبعتك من الاول للاخر باش نحاول نعملوا يعني كهوت في شكل اسئله باش نشوفوا شنو كانت النتيجه الا التقييم، معناها احنا نقولوا باللغه العربيه للحصه. ويمكن من التقييم هذا كاين نطلعوا برشا استنتاجات، ونشوفوا شكون فهم على القليله، فماشي حاجه وصلوا لها الزملاء باش ينجموا يتعاملوا، خاطر نجمو احنا نكونوا زادا الاضطرابات هذه اللي موجوده عند التلامذة ما نفهمهاش، نجمو نعمقها. كي نفهمها نجمو ما عادش نعمقها، نجمو نعرفوا لشكون نتوجهوا باش التلميذ هذاك ننقذوه اذا كان هو عنده صعوبات اللي هي يعني عندنا الحلول باش نحلوها احنا كمربين، والا كاطار تربوي. يعني هذا الاطار التربوي هو يعني حلقه كبيره، والولي زادك حتى الولي، خاطر حتى احنا كمربين نتعلموا كيفاش نحكيوا مع الولي باش هو يقتنع انه يهز صغيره باش يعالجوا. ومعروف كي نعالجوا صغير من اللي هو عمره معناها من التحضيري احسن من اللي تتفاقم معاه الحاله. نرجع نقول شكرا كبير لمدام اميره العروي، وشكرا لزميلتي والمنشطه الممتازه ميرا، ونشكر هيام وكل فريق الروافد، وان شاء الله في لقاءات اخرى. ومرحبا بالجميع من تونس ومن خارج تونس. أميرة خذ الكلمة. يعطيك الصحة، ما نجمش نضيف حتى شيء على كلامك الحلو يا وهيبة. مشكورين الناس الكل، ان شاء الله في لقاءات اخرى. حاجة حلوة كيف هكا يخرج بها، مش كما يدخل للمعلم ولا الأستاذ كما يخرج من لقاءات هذية، وحاجة كما قلنا شيكة ومهمة برشا نعرفوها. يعطيكم الصحة الناس الكل، وبارك الله فيكم، وتصبحون على خير. تصبحون على محبة إن شاء الله الناس الكل كي. على خير. على خير. خنسكر ذي.